هذه لك يا ماندي. أوه ما أجملها، واو إنها محظوظة جدا. مهلا يا إلهي إنه ماثيو. أوه من أين كل هذه الريح؟ هذا أفضل. واو إنه رجل مثالي، ها هو قادم نحوي. كيف الحال يا إيميلي؟ أوه مرحبا. لطالما أردت فعل هذا. ماذا تفعل؟ ثقي بي، أصبح كل شيء مشوشا الآن، أليس كذلك؟ ها أنت، لما تتسكع مع هذه المجتهدة؟ هذه نظاراتي. يجب أن أذهب. توقف، كدت أنسى، ستحتاجين هذا. لما تفعلين هذا؟ لا أصدق أن ماثيو يرافقها. سأجعل هذه رسالة مثالية، سأخبر ماثيو بما أشعر به. انتهيت. ها هو ماثيو، سنشكل ثنائيا رائعا، سأعطيه الرسالة. لكن بقي أن أضيف شيئا واحدا، قلب الحب هذا، أعني ما أسوأ شيء قد يحدث باستثناء الشعور بالخزي والاضطرار إلى تغيير المدرسة. ماثيو؟ نعم. أهلا إيميلي. مرحبا، تبدو رائعا. أعلم ذلك، هل تريدين شيئا؟ حسنا لا شيء، سررت برؤيتك، وداعا. حسنا، كان هذا غريبا. لقد كان هنا، كانت اللحظة المناسبة. ها هو. مهلا لحظة، لست بحاجة إلى أن أعطيه إياها، يمكنني وضعها في خزانته إما الآن أو لا. هيا بنا، لا رجعة في ذلك. نجحت، آمل خيرا. هذا الدرس ممل، لا أدري، الأمر ليس بذاك السوء. مرحبا. يا إلهي، يجب أن أنهي هذه الملاحظة. وجدتها، إنها جاهزة. إيميلي؟ نعم. شكرا. هل كتب لي ملاحظة؟ لم أكن أعلم أنه يشعر بهذا. ستصبح أحلامي حقيقة، سنصبح معا أخيرا. إيميلي، ماذا تفعلين؟ إنها لجينا. جينا؟ صورة جميلة. صحيح، بالطبع لها، كنت أعلم. هاي، خذي هذا، هذا محرج جدا. ما هذا؟ كم هذا لطيف، لقد اشتقت إليك أيضا يا ماثيو. مرحبا جميلتي. أنت بارع في المغازلة، لكن لا تتوقف، أرجوك توقف، أتوسل إليك. يجب أن أبدل مقعدي. رائع، لدي رؤية أفضل الآن. شكرا إيميلي. يا له من تمرين. أحتاج شرابا، كان هذا صعبا. ماثيو هنا؟ هنا يا صاح، خذ، انظر لهذا من الزاوية الخلفية، وتسجيل. واو، إنه موهوب جدا، إنها فرصتي لقضاء الوقت معه، يجب التأكد من أن الغطاء مغلق جيدا. سأخذ قسطا من الراحة، لا بأس، سنلتقي لاحقا. يا له من تمرين. مرحبا إيميلي، لم أرك هنا من قبل. أنت لا تفعل ذلك أبدا. هل تريدين أن أفتح لك هذا؟ حقا؟ تفضلي. واو أنت قوي جدا. شكرا على الملاحظة، أنا أتمرن. تسديد. كان ذلك وشيكا. ما هذا؟ واو، كنت أفكر أننا. لا لا، إيميلي انتبهي. لا، لقد أنقذتك. يا إلهي، أنا بحاجة إلى التمرن أكثر. لقد أنقذتني. أعتقد ذلك، أنت بطل، أحب هذا اللباس. ماذا يحدث؟ هل هذا ماثيو؟ هل يضع ذراعه حول الفتاة المجتهدة؟ هل أنت بخير؟ ماذا يحدث؟ لا أدري، لا أصدق أنه فعل هذا بي. مهلا جينا. عذرا، لكن سأعود للتمرين. صحيح، أراك لاحقا، سيكون ذلك من دواعي سروري. هاي، سأعلمك طريقة تسجيل الأهداف. يجب أن أذهب، أنا غاضبة جدا، إنه يخونني مع إيميلي. لماذا ينظر إلي حتى؟ إنها عادية جدا، لقد أضعت معه الكثير من الوقت. لن أفعل معه شيئا. أحبك يا جينا. حقا ماثيو؟
يحدث هنا؟ هذا مقزز، هل يمكن لهذا اليوم أن يصبح أسوأ؟ مهلا لحظة، خطرت لي فكرة، يجب أن أعثر أولا على زي مناسب. سيكون هذا مثاليا، سأري الجميع. حان وقت الانتقام، هيا بنا. واو، لا، أو رأسي. آخ، ها، هل أنت بخير؟ أنا بخير الآن، دعيني أساعدك. يا لك من رجل نبيل، يعجبني مكياجك كثيرا. شكرا، أمي وضعته لي. لنشرب شيئا. إذن أتريد الرقص؟ تمرن ماثيو كثيرا، لابد أنه جائع، لذا أعددت له هذه الوجبة الخفيفة، لكن ينقصها شيء. أحتاج القليل من الكاتشب، سأرسم قلبا وستصله الرسالة حتما. يا لها من فكرة. ها هو، يفترض أن تكون مفاجأة، يجب أن أخبئها وأحاول التصرف بشكل طبيعي. أريد الجلوس، هذا أفضل. مرحبا. مرحبا. لدي شيء لك. لي؟ حقا؟ ووضعت الكاتشب عليها. أوه رائع، أحب الكاتشب. مهلا، توقف، أنا جائع جدا. أوه حسنا، أمل أن تعجبك. لذيذة، لكنها بحاجة إلى المزيد من الكاتشب، لكني سأكلها. مهلا جينا، أنت طريف للغاية. ماذا هناك؟ من هذا الفتى الذي يضع المكياج؟ أقضي وقتا ممتعا. وأنا أيضا سأصلح هذا. أوه شكرا. من العار ألا أرى وجهك الجميل، هل هذه مزحة؟ آسفة، لا أحد يحب رؤية هذا. أعتقد أنها انفصلت عني. يمكنك تناول هذه الشطيرة، أشعر بالمرارة وحرقة القلب، يجب أن أذهب، أريد وسادة لأبكي. هل تعرفين هذا الفتى؟ لا عليك، إنه نكرة، ركز معي فقط. يمكنني فعل ذلك. ماثيو عد إلى هنا، سنتناول هذه الشطيرة دائما. لقد لمسها بشفتيه وكأنه قبلني. في الواقع إنها شهية، لكني أشتاق لماثيو، لم أخبره بمشاعري من قبل. ابتعدي عني يا شبكة العنكبوت الغبية، أريد الخروج من هنا. كان علي عدم المجيء إلى هذا الحفل السخيف، لقد فسد كل شيء، سأعود إلى المنزل. هذه أسوأ ليلة في حياتي. ها؟ ما هذا؟ لم أرها من قبل، هل ترك أحدهم رسالة لي؟ ممن يا ترى؟ هناك طريقة واحدة لمعرفة ذلك، إنها من إيميلي. أحبك، إنها تحبني؟ مهلا. لم أعلم بمشاعرها هذه، كل الإشارات كانت واضحة. أعني قلب الكاتشب؟ كان واضحا ولم أدرك ذلك، لقد كنت أحمقا. وأسوأ شيء أنني أعتقد أنني أشعر مثلها، انظروا إليها. لقد أفسدت كل شيء، ماثيو المسكين، لا أعرف ماذا سأفعل. وأتحدث الآن إلى جمجمة. يا أصدقاء، من أختار، إيميلي أم جينا؟ أخبروني في التعليقات أدناه، أرجوكم، أنا بحاجة إلى المساعدة. أريد التحدث إلى إيميلي. رائع، ماذا يريد؟ ها هي. مرحبا. مرحبا. أتعلمين شيئا؟ لا بأس، يجب أن أذهب. ماذا أفعل؟ لا يمكنني التحمل أكثر. إيميلي، كانت هذه في خزانتي. أجل، هذه في الواقع. لا تقل لي شيئا، انتظرت هذا طويلا. يا له من درس رائع، لنذهب ونتناول الغداء. ألا تعتقد أن تلك المعادلات ممتعة حقا؟ أحب الرياضيات كثيرا. أمسكت بك، لقد أنقذتني. أبعد يديك عنها. ليس بالأمر الجلل، سأفعل ذلك دائما. إنه وسيم جدا، ربما أراك في الجوار. آمل ذلك. مرحبا يا صاح. ها؟ أرجوك لا تؤذيني. حسنا، لا يهم. كان ذلك وشيكا. بطلي. مهلا جيك وغريس. غريس، غريس، كيف فعلت ذلك؟
أعتقد أنني واقعة في الحب. سيكون هذا مثالياً، سأري غريس ما أشعر به. هاي، الكثير من البالونات. أوه، هذا أنت، ما هذا؟ هل أنت من فعلت هذا كله؟ أجل، أنا أحب غريس. حظاً طيباً في ذلك. لست بحاجة إلى الحظ. علي الآن الانتظار. أوه، نسيت هديتها، يجب أن أحضرها الآن. متحمسة لقراءة هذه الكتب. يا إلهي، انظروا إلى خزانتي، لا أصدق ما أراه. هذا أجمل شيء حدث لي على الإطلاق. واو، كم هذا رومانسي. مذهل. يجب أن أذهب إلى الفصل. أوه، مرحبا. شكرا جاي. على الرحب والساعة. لا، ماذا تفعل؟ يجب أن تعانقني أنا. لم أكن أعلم بمشاعرك هذه. هذا جميل جدا، شكرا لك. أنا؟ تعتقدين أني من فعلت هذا؟ مهلا، لا تجرؤ على ذلك. أجل، أنا من فعلت هذا. كم أنت لطيف. أراك لاحقا. هذا غريب. أراك لاحقا أيها الفاشل. هذا ليس لطيفا أبدا، سأريك. غريس، غريس، أنا من فعلت هذا وليس جيك. أها، أكيد، أنت تقف في طريقي. ابتعد يا غريس، سأذهب مع جيك. لكن أنا أحبك. هذا ظلم. مرحبا عزيزتي، هل أنت جاهزة للرقص؟ هي، أنا آسفة. انتظري لحظة، سأجرب شيئاً رأيت حفيدي يعمل. كل ما أحتاجه هو مسدس غراء ساخن وبعض الألوان المرحة. املأي الفراغات هنا. تمام، والآن جاهز. حسناً، لنجرب. ما رأيك؟ جميل جداً، مثالي، أعجبني كثيراً، شكراً لك. هيا بنا. لقد وقعنا، لا نستطيع أن نقوم. هيا ننال منه. أخطأت الهدف، خذ هذه. ما هذا؟ سأنال منك. أنت لست جيك؟ هذا مريح. احذرنا يا فتيات، هذا أنا. يا إلهي، أهلا جاستن. مرحبا، ربما نلتقي لاحقا، آمل ذلك. لا يمكنك الهرب. واو، هذا محرج. رأسي سيترك هذا أثر ضربة. أتمنى أن يكون قد انتبه لي. هيا بنا. ماذا؟ انظر إلى ميكي، إنها وحيدة. ماذا؟ هيا يا جيك. ماذا يحدث؟ كان علينا فعل هذا منذ وقت طويل. ماذا تفعلين؟ أعطني قبلة يا عزيزي. لا أريد. إلي، توقفي. أتعلمين، لم يكن ذلك سيئا. أنا متحمس لإخبار أمي. لقد جعلتني أشعر بالسعادة. عيناه كعينيك. حسنا، إن تمكنت إلي من فعل ذلك فيمكنني فعله أيضا. ما أسوأ ما قد يحدث. الذل، هيا بنا. هاي، هل تتحدثين إلي؟ كلا، لن يحدث هذا. لكن ماذا؟ هل أنا مخطئة؟ واو، سنكون معا إلى الأبد. أبدو وسيما اليوم بالتأكيد. إنه وسيم فعلا. مرحبا، تبدين جميلة. هذا ليس عدلا. انظر، تلك الفتاة تحدق بنا مجددا. ماذا؟ أنا؟ كيف تجرؤ على قول ذلك؟ أظن أن بشرة إحداهن تحتاج إلى المعالجة. سنرى من هن الفاشلة.
ها؟ ما هذا؟ يوجد خط ما بوجهك، انظري. بشرتي، ماذا حدث لبشرتي الخالية من العيوب؟ نلت منك، وربما أضيف لك قرنين أيضا. هناك شيء ما ينمو من رأسك. أو لا، لما يحدث هذا لي؟ اسمعي، سيكون كل شيء على بيورام، لا تقلقي. إنه عاطف جدا، لكنه مخطئ. مهلا، من تلك الفتاة هناك؟ إنها حب حياتي. مرحبا يا إيلي، لقد أحضرت هذه الأزهار لك. واو، لم أتوقع هذا مطلقا، شكرا لك. لا أفهم كيف حدث كل هذا. هل تظن أن بإمكانك فعل أشياء رائعة بقلم عادي؟ إذن فمن الواضح أنك لم تستخدم قلم طباعة ثلاثية الأبعاد بعد. أجل، يمكن لهذا القلم فعل أشياء مذهلة. يمكنك ابتكار أي شيء تقريبا، يحتاج الأمر إلى قليل من الإبداع فحسب وصبر وفير، ثم يصبح الأمر ممتعا. حسنا يا رفاق، ساغطس. أحلام سعيدة. لا يمكنني النوم مع هذا الضوء. يا لي من خرقاء. ترى ماذا يوجد أيضا بالأسفل؟ انظروا ماذا لدينا هنا، لقد نسيتها تماما. ما هذا؟ باربي، لم أراك منذ سنوات. لا بأس، افتقدتك كثيرا. يا له من شعور رائع. باربي، أشعر أنني قبيحة للغاية. لابد أنني أحلم. يعمل ذلك. يا له من حلم شبه واقعي. لكن باربي المسكينة معها حق. لا تقلقي، سأصلح كل شيء. لقد حان وقت التألق، هيا بنا إلى العمل. لنبدأ بملابسك أولاً. تحبين اللون الأحمر، أليس كذلك؟ سنحرك القلم هكذا من جانب إلى آخر، سيكون فستاناً جميلاً وأنيقاً للغاية. هل تشعرين ببعض التحسن الآن؟ لقد حصلت على زي جديد دون الذهاب للتسوق. الأحلام السعيدة تنتظر. هيا سأخلد للنوم. تصبحين على خير يا صديقتي. فستان جديد، أشكرك. آسفة، أنت. كلا، ماذا سأفعل؟ وجدتها، يمكنني استخدام القلم ثلاثي الأبعاد، سيكون هذا سهلاً. سأرسم خطوطاً فوق الثغرة، سيشكل هذا إطاراً أساسياً. ثم سأرسم من جانب إلى آخر لأصنع شبكة، هذا سيجعله محكماً أكثر. حسناً، والآن سأملأ الشكل. سأرسم خطوطاً قريبة من بعضها البعض، هكذا سيفي هذا بالغرض. والآن يمكنني استخدام المرحاض. ماذا تفعل في الداخل؟ أخيراً، لابد من أنهما يائستان. انتبهي، يا للوقاحة. على أي حال يجب أن أتألق. هذا الحزام جميل لكنه صغير. يا إلهي، ليس أظافري، لقد كسرت. يا للمصيبة. انظري لحالك، أظافري المسكينة. يا فاشلة، أنت الأسوأ على الإطلاق. لا بأس، سأنقذ الموقف. قد يفيدني هذا. وجدتها. إصلاح الأظافر في المواقف الطارئة، نضع شريطاً لاصقاً على أطراف الأصابع، وبعود خشبي نضغط على الشريط اللاصق لتحديد شكل الظفر، وبعدها نرسم شكل الظفر بالقلم، ونرفع الشريط اللاصق من على الظفر،
نضع الشريط اللاصق فوق سطح مستوى ونكمل رسم الضفر بشكل بيضاوي. نستعمل قلم طباعة ثلاثية الأبعاد لملء الشكل. احرصوا على عدم تجاوز الشكل المرسوم. وبعدها نضغط الضفرة البلاستيكية على قلم أو ما شابه لمنحه انحناءة بسيطة. ونزيل الضفر الصناعي الجديد من الشريط اللاصق. نستعمل مقص الأظافر للتخلص من البلاستيك الزائد. فلم يبقى إلا أن نثبته على إصبعنا. كرري الخطوات السابقة لصنع أظافر صناعية جميلة. تبدو جميلة يا فتاة. هاو، أنا مستعدة الآن مع هذه الأظافر الجميلة. ها؟ مهلاً، انتبهي، توقفي، تحركي. ما مشكلتك؟ كم الساعة الآن؟ حان موعد التنظيف. اخرجي من هنا، لقد طفح الكيل. خذي، هيا اركضي. أجل، لقنتها درساً. لهذا أحبك. لا 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 لا، هذا يستغرق وقتاً طويلاً. أنا جائعة. أوه، هل يمكننا أن نأكل؟ بالطبع، وجبة فاخرة. تفضلي. رومانسياً فعلاً. أظنك نسيت شيئاً. لا نحتاج إلى ملاعق. حسناً. أوه، لذيذ. هذا مقزز ولكنك ظريف. ألن تأكلي؟ كلا، لا أريد، ولكني أردت أن يكون هذا مثالياً. دعيني أنظر في حقيبتي. بيضة، كيف جاءت إلى هنا؟ قلم ثلاثي الأبعاد؟ مهلاً، لدي فكرة. خذوا البيضة واستخدموا القلم ثلاثي الأبعاد للرسم حولها. ارسموا شكلاً حلزونياً على جوانب البيضة، هكذا تماماً. ثم ارسموا خطوطاً عكس اتجاه الشكل الحلزوني لملء الشكل. فور انتهائكم، انزعوا البلاستيك من على البيضة. وصلوه بمقبض ليصبح لديكم ملعقة. ثم استخدموا القلم الثلاثي الأبعاد لإضافة بعض التفاصيل. والآن نرسم أثر كف. أضيفوا المزيد من التفاصيل على الملعقة. وأخيراً أرسموا وجهاً داخل الملعقة. يا آسي، لقد صنعت هذا لأجلك. لأجلي؟ أحببتها. لذيذ. عجباً، حاولي مضغ طعامك. هذا أفضل يوم على الإطلاق. لن نذهب إلى مطعم أبداً، ولكنك مذهلة. خاف، أشعر بالملل. أختي، دعيني ألعب، أنا دوري. أوه، ماذا عن؟ خذي، العبي بهذا المكياج. حسناً، أحتاج إلى شيء لوضعه على وجهي. هكذا يمكنني وضعه على وجهي الآن. أوه يا إلهي، لقد أفسدت المكياج. هاف، أشعر بالملل مجدداً. حان دوري في اللعب. خذي، العبي بساعتي. كدت أختم هذه اللعبة. أوه، كنت مضطرة لهذه التضحية. لابد أن هناك ما سيبقيها مشغولة عني. هل يمكن للقلم ثلاثي الأبعاد إنقاذي؟ أجل، وجدت الحل. يجب أن أرسم الشكل الصحيح. سأملأه الآن. يجب أن أسرع قبل أن تعود. بقي القليل فقط. حان وقت الجزئية الصعبة. يجب أن أضبط هذه الخطوط. هذا جيد. سأضع بعض الخطوط المتعرجة الآن. أوشكت على الانتهاء. إنها جاهزة ويمكن إدخالها وإخراجها بسهولة. أظن أنها ستعمل. أو لا، إنها قادمة. سأخبئ وحدة التحكم. آسفة، ليست معي. أين اختفت؟ أوف، أنت لئيمة. أوه، نجحت حيلتي. غادرت الغرفة. يمكنني إخراج وحدة التحكم الآن. ها؟ أيعقل هذا؟ يجب أن أواصل القراءة. حسناً، هذا منطقي، لقد فهمت الآن. ماذا لو... رأسي! فصل الشبان المريحين؟ أوه يا إلهي! حسناً حسناً، اهدئي، إنها فرصة رائعة لي. أوه، سأدخل. أوه يا إلهي، هذا مذهل. الكثير من الشباب الرائعين في الفصل يضعون الوشوم في الزاوية الخلفية، ويحمل هذا الفتى جيتاراً. هيا، سيكون أفضل وشم على الإطلاق. أوه،
يبدو مؤلما. آمل أنهم قد عقموا الإبا. أو تبدو فتاة لطيفة. ربما لا. لقد هزم ذاك الفتى في المصارعة الذراعية. يا إلهي إنها المعلمة. ماذا؟ قواعد الملبس. حسناً ما المطلوب مني؟ لنرى. أو ثقوب في الجسم. الكثير من الثقوب. ماذا سأفعل؟ لست رائعة بما يكفي للانضمام إلى هذا الفصل، لكن لدي كل هذا الفرض المنزلي الذي أنهيته. هاي مال اللحظة، مشبك الورق. يا إلهي يمكنني فعل شيء بهذا. حسناً أنا بحاجة لأكثر من مشبك. أربعة مشابك على ما أعتقد، وأحتاج أيضاً قطعة أسلاك. سأضع هذه الحلقات الصغيرة التي صنعتها على شفتي وأنفي، وسأبدل ملابسي وأغير تصفيفة شعري. سأقدم نفسي إلى الطلاب من جديد. رائع، مرحبا بك في فصلنا. مذهل، عود آخر. انظروا للثقوب التي في وجهها. أنا مغرم بها، يجب أن أفعل شيئا. افعل هذا بعد انتهاء الدرس من فضلك. حسنا لكن مهلا، تعالي واجلسي بجواري. طعم هذا الفشار شهي. أين هو؟ أين هو؟ ربما تحت الوسائد؟ ماذا تفعلين؟ توقفي عن رمي الوسائد علي. سأبحث تحت ساقيك. لا جدوى من ذلك، بحثت في كل مكان. المشكلة القرد الثاني ضائع، لا أستطيع العثور عليه. ها؟ تشبهه هذه الورقة. أعطيني بضع دقائق سأحل هذه المشكلة. القلم ثلاثي الأبعاد قادم للإنقاذ. هذا اللون الأخضر جميل، يعجبني لمعانه. حان دور الجانب الآخر. من الممتع الرسم على ورقة حقيقية. انتهيت، سأزيل الحقيقية الآن. نسخة طبق الأصل. سأضع الآن خطاط القرط. جيد، سأصنع القرط الآخر الآن. إنهما جاهزان. انظري ماذا صنعت لك، تفضلي. واو، سأرتديهما. كيف يبدوان؟ هل شكلي جيد؟ مرحى. يا إلهي إنهما جميلان، مثل ورقتي شجر حقيقيتين، ما أجملهما. سأعود لعالمي الخاص الآن. مثيلة لقليل من التنظيف في الربيع. متى كانت آخر مرة نظف فيها هذا؟ ركزي. هل تسقطين الفتات؟ انتبهي. لا يمكنني أن أرى ما يحدث. جولي، انظري إلى الشاشة. كلا، ماذا سيفعلون؟ لا أتحمل التشويق. برفق يا رجل. اللاعب 456 يخسر بالتأكيد. هذا التشويق يجعلني جائعة للغاية. لقد كنت تشاهدين هذا لفترة. متى كانت آخر مرة استحممت فيها؟ تحتاجين إلى هذا. هذا أفضل قليلاً. هتعلمين؟ حان وقت قليل من الزينة. ورقة قصدير واحدة في الطريق إليك. ها هي، لكننا لم ننتهي. استخدمي الغراء الأسود لتتبع شكل الرأس. فور انتهائك، حاول محاكاة الشكل بالخشب. واستخدم هذه الأربطة هكذا. استخدم الدباسة للصق كل شيء معاً. هذا مثالي، ينبغي أن يلائم رأس القصدير. ثم استخدم الغراء الأسود لصنع القناع. يتطلب هذا الجزء الكثير من الصبر. انتهى ربع واحد بعد هذه الخطوط المتقاطعة. أخبرتك بأن الأمر سيتطلب صبراً. الآن إلى الجانب الآخر. يمر الوقت بسرعة شديدة. أترى؟ حان وقت الأبيض الآن. هل يبدو مألوفاً لك؟ إن شاهدت لعبة الحبار فستعرف ما هذا بالضبط. خيف، أليس كذلك؟ تبقت حلقة واحدة فقط، ركزي. مرحبا. ماذا؟ هل هذا؟ مستحيل، لا تؤذيني. لا أود اللعب. نلت منك. هذا رائع للغاية. أنا موهوبة فحسب. يبدو حقيقيا للغاية، أليس كذلك؟ إنها حرفتي الصغيرة.
جولي انظري، هل صنعتها أيضا؟ لا أعلم من تكون. إذن فمن هذا؟ هربي بسرعة. كنت أنتهي من تنظيف الغرفة. ها؟ ما هذا؟ فتات؟ مرحبا، هل اشتقتي إلي؟ ليس أمام عيني، خذي هذا. شاي شهي، أشعر بالراحة والدفء. إيفا لا! لا تضعيها على الطاولة دون كوستر. انظروا إلى حلقات الماء على الخشب. لا! كابوس! توقفي يا إيفا! أمي، لماذا فعلت ذلك؟ حسناً، أحاول تنظيف المكان ولا أريد أن تبقى أي آثار على الطاولة، لذا أمسكي كوبك للحظة بينما أفكر في حل. حسناً، خطرت لي فكرة. انتظري هنا، أحضرت قطعة برتقال جافة، والآن سأستخدم مسدس الغراء الساخن لرسم دائرة حولها. ستكون الدائرة قالباً للراتنج. سأسكب الراتنج فوق الشريحة وداخل الدائرة، والآن سأنتظر حتى يجف ويصبح صلباً. جيد، لونت الأطراف باللون الذهبي ليصبح الكوستر أجمل. عزيزتي، حلت المشكلة. انظري، صنعت كوستران. جميل جدا، سأضع علي الكوب. واو، يبدو رائعا. الحمد لله. احب الفشار، انه افضل وجبة خفيفة مالحة. حسنا، نربح احيانا ونخسر احيانا. كنت انتهي من غسل الصحون. هولا، كوب اخر، اغسليه من فضلك. حسناً، مجرد كوب واحد. لا أفهم كيف يتسخ هذا الكوب كثيراً. ماذا؟ يدي؟ هولا، هل انكسر؟ لم ينكسر. لا، مقبض كوب أمي المفضل. يا ويلي منها. يمكنني إصلاحه. لا أحتاج إلى غراء، لدي قلمي ثلاثي الأبعاد. سأغطي هذا الصدى، إنه بنفس اللون، لذا فهو بالكاد ملحوظ. سأضعه على كل المقبض على طول الحافة، لكني لا أحتاج للكثير. انتهيت من جانب واحد، حان دور الجانب الآخر. سأفعل نفس الشيء هنا. كنت أنتهي من هذا الجانب. هكذا، سأضع بعض الغراء في الأعلى والأسفل. المقبض هو أهم جزء في الكوب، يجب أن أتأكد من ثباته. انتهيت، إنه ثابت في مكانه. خذي هذا العصير. يبدو أنك أضفت بعض الزينة لمقبض الكوب. هل هناك سبب وراء ذلك؟ كلا، إنها تسهل الإمساك بالمقبض. شكراً على العصير. أنا سعيدة لأن حيلتي نجحت. هذه الشاشة عملاقة. لكني متحمسة لاستخدامها. حسناً، هناك بعض الأسلاك، أعني الكثير منها. لماذا عددها كبير؟ سأوصل هذا السلك في الخلف، وهذا السلك هنا، وهذه هنا. كانت مهمة شاقة، لكن الأسلاك في كل مكان. صنعت هذه الخواتم الرائعة. يا للهول، إنها عالقة وسط الأسلاك. لديك أسلاك كثيرة. أظن أن القلم ثلاثي الأبعاد سيحل هذه الفوضى. انظري، سأضع السلك هنا وأستخدم القلم. أترين؟ السلك ثابت في مكانه الآن. انتهيت، الأسلاك مرتبة وبألوان جميلة. هل يمكنني توصيل الأسلاك الآن؟ يا إلهي، شكرا جزيلا. منظرها جميل أيضا. لقد سقط سني اللبني أخيرا. تعالي وخذيه يا جنية الأسنان، لا أطيق الانتظار حتى الصباح. لم أعتاد على ذلك أبدا. ما هذا؟ مقزز. لا بأس. يا للهول، لابد أن أصلح ما أفسدته.
العصاية السحرية ليست بأفضل حال. مع الأسف إنها تستيقظ. هل كسرت طبقك المفضل؟ استعملي قلم طباعة ثلاثية الأبعاد لإصلاحه. سيستغرق هذا وقتاً لكن النتيجة تستحق. انتهينا من الحافة والآن نمدد الخطوط واحداً تلو الآخر بهذه الطريقة تقريباً في منتصف الطريق يا رفاق. ثم نكرر نفس الخطوة لكن في الاتجاه المعاكس. يجب أن يبدو هكذا. هل يبدو جميلاً؟ لن تفتقد الطبق القديم. أنت ذا. كنت أنسى. إنه السبب الأساسي لوجودي هنا. أشم رائحة سن طازج مخبأ هنا. وجدته. وسأترك لك مكافأة جميلة. سعدت بالتعامل معك. لا، ليس مجددا. ماذا حدث الليلة الماضية؟ أعتقد أننا احتفلنا لوقت متأخر. لا أصدق أنني سأتزوج. واو، أنا سعيدة جدا لأجلك. في صحتك. لن أفعل هذا ثانية. يجب أن أستحم. ما كل هذه الفوضى؟ رائع، يجب أن أنظفها أيضا. ماذا حدث لمكياجي؟ مهلا، تذكرت شيئا. اعتقد اني كنت في ملهى ليلي. واو، صفقوا لمية لنحتفل. اوه، رائع يا فتيات. من سيغني الان؟ ها؟ اوبس، عذرا، هيا بنا. واو، هذا محرج جدا. وها هو في حمامي. ماذا حدث للمرحاض؟ هذا غريب جدا. أرجو أن يكون هذا أسوأ شيء يحدث لي. مهلا، هذه أفضل ليلة على الإطلاق. يجب أن نفعل هذا كل نهاية أسبوع. لن أفعل هذا أبدا كل نهاية أسبوع. يؤلمني كل جزء في جسدي. ها؟ من أين أتت هذه؟ لنلعب. أريد الفوز ببابت. واصلي. نجحنا. هذا ليس سيئا. لا، خادمي. هذا ليس جيداً. أين أنا؟ يفترض أن حفل زفافي قريب. أنا بحاجة إلى خاتم. يجب أن أفكر في شيء. حان وقت العمل. أنا بحاجة أولاً إلى صينية بسكويت. سأسكب راتينج الإيبوكسي الشفاف في الصينية، ثم أضيف بضع نقاط من الطلاء الأحمر، ثم أمزج الخليط. يمكنني استخدام فرشاة طلاء للحصول على تصميم حلزوني، وقبل أن يجف سأضغط عليه بالخاتم. أعتقد أنه جاهز. أجل، انتهيت في الوقت المحدد. لنتزوج. أحب الشوكولاتة. كنت أشعر بالقلق. عزيزي، لا تنس خاتمك، إنه مناسب تماماً. هذا رومانسي جداً. لقد تزوجنا. والآن سأقبل العروس. واو، هذا الحفل صاخب للغاية. رائع، انظر إلى كل هذه الأضواء البراقة. مهلا على رسلك. تصرفي بهدوء مثلي تماما. يا إلهي، هل هذا كيفن؟ أهلا، ما نوعية الوجبات الخفيفة التي سأتناولها هنا؟ أوليفيا، أين ذهبت؟ أوليفيا، أوليفيا. ماذا؟ حسنا، أين أنت؟ كنت على طاولة الوجبات الخفيفة. الحمد لله، لن أخاطر بفقدانك مرة أخرى. أريدك أن تلمعي وتتوهجي كتلك النجوم. أعثري على عصا مثلجة كبيرة كهذه وأحضري أجمل جليتر لامع لديك. ومن الأفضل أن يكون بلون نيون مشع. وتأتي بعدها مرحلة صب الصمغ. ستحتاجين إلى كمية لا بأس بها. صب الصمغ داخل كوب بلاستيكي صغير، لا تصب الكثير. ثم رش الجليتر على الصمغ مباشرة وقلبيه جيدا باستخدام عود خشبي. أتلاحظين مدى جماله الآن؟ هذا يعني أن الوقت قد حان لتركه حتى يتماسك. وفي هذه الأثناء أعثر على حاوية بلاستيكية صغيرة كهذه وصب المزيج بحرص داخلها. وإليك نصيحة التالية، ستحدثين فوضى أقل إذا صببت المزيج ببطء. وسيبدأ الانتظار الآن. ها قد أصبحت جاهزة، لنخرجها من القالب. أصبحت مثل البلاستيك الصلب، أترين؟ علقيها في سلسلة وستصبح جاهزة للاستخدام. وتبدو شديدة الرقة، إنجاز لي التعبير. حان وقت إهدائها إلى أوليفيا. تفضلي. واو، تلمع هذه القلادة مثل النجوم. سأتمكن من العثور عليك في أي وقت. أراك لاحقا. هذه أغنيتي المفضلة. مرحبا. وهو. مهلا، أعتقد أنني أستطيع رؤيتها. مهلا، لا، لقد اختفت. لا، مهلا، أعتقد أنني رأيت شيئا. إنه يلمع، لقد رأيت بريقه. أوليفيا، ما
أهلا، لماذا تحملين ممسحة كبيرة؟ لا يهم، أنا سعيدة لأنني عثرت عليك. لا أصدق أنني فقدتك مجددا. تفضلي، تحتاجين هذه النظارات. أو أشكرك. أو هذا أفضل بكثير. يا للهول، إذا كنت أنت أوليفيا فمن هذه؟ أنا في غاية الأسف لما حصل. يا لك من فتاة مجنونة. حسنا، فاض الكيل، لن تفارقيني مطلقا بعد الآن. لدينا العديد من الزهور الجميلة كما ترين، وعملك هو؟ عذراً. لا بأس، كنت أقول عملك هو رعايتها. جميل جداً، وهذه جميلة للغاية. يا إلهي، كنت أسقطها. هل انتبهت قليلاً؟ حسناً، اتبعيني، ها هو إناء الري. واو، سأكون المسؤولة عنه، يبدو عملاً سهلاً. لا تفرطي في ري النباتات. مفهوم. يا إلهي، ما هذه الفوضى؟ نظفيها حالاً. أجل، دعي الأمر لي. لنرى ما لدينا هنا. خذي هذا العصيص ونظفي. أوبس، لنعظم الآن. أعتذر بشدة، سأبذل كل جهدي. هذا لا يبدو جيداً، لكن لدي فكرة ستجعله أفضل. لا ترمي هذا العصيص وأحضري قلم الطباعة. ارسمي على حافة العصيص المكسورة. يجب تغطية كل الحواف بالبلاستيك. احرصي على عدم ترك أي نقطة خالية. كدنا ننتهي، وبعدها نمد خيطاً من البلاستيك بين حافتي الجزء المكسور، ونصل الحافتين سوياً هكذا. رائع، ونرسم خطوطاً مائلة بينهما ثم نملأ الفراغات. سيستغرق هذا وقتاً طويلاً، لكن النتيجة تستحق. ومجدداً، لا تتركوا أي فجوة كبيرة. والآن نملأ الشروخ بقلم طباعة ثلاثية الأبعاد. هذا سيمنع الشروخ من الانتشار ويقوي الالتصاق بالقصيص. ومع لمسة ملونة، يا للروعة. مرحباً. يا إلهي، إنه تحفة فنية، لكن لا تكسري شيئاً آخر. مفهوم. عذراً. حسناً، هل أنتما مستعدان للزواج؟ أكثر من مستعدة. وأنا أيضاً. حسناً إذن، أمسكا بيدي بعضكما البعض. حسناً، هكذا، جميل جداً. أوه، لكن أين الخاتم؟ صحيح، الخاتم، إنه في جيبي هنا، داخل هذا الصندوق. أنا متحمسة لرؤيته بشدة يا أليكس. الصندوق فارغ تماماً على ما أظن. ها؟ الخاتم، أين هو؟ لا يوجد خاتم لحفل زفافنا. ظننت أنك تحبني. أقسم أنني أحبك، أنا فقط أعلم أنه هنا، سأحضره. أوه يا إلهي، هذا كابوس، ماذا حدث للخاتم؟ يجب أن أجد شيئاً وبسرعة. أوه، مستحيل، لن ينفع هذا. لا، ربما يوجد شيء آخر هنا. هاي، إنه مسدس غراء ساخن، يمكنني استخدامه. حسناً، لدي قاعدة خاتم، لكن ينقصني الحجر الكريم. سينقذني هنا مسدس الغراء. سأضع القليل من الغراء الذهبي ثم أضيف المادة البراقة. سأختار اللون الأرجواني لأنه لونها المفضل. هذا ما أريده بالضبط، لامع وبراق. سأضعه الآن في صندوق الخاتم. يجب أن أذهب لإنهاء زفاف. لحسن الحظ لدي مسدس الشمع، كان هذا وشيكاً. لقد عدت إلى زفافنا. ها قد أتيت. حسناً، ها هو الخاتم المفقود، تماماً كما وعدتك. ميكي، هل تقبلين الزواج بي بهذا الخاتم؟ أجل، بالطبع أقبل. أوه يا إلهي، إنه أرجواني، اللون المفضل لدي. أحب حفلات الزفاف، وهذا خاتم جميل فعلاً. أوه ميكي، سررت لأن الخاتم قد نال إعجابك. والآن نريد خاتم أليكس يا ميكي. الخاتم؟ خاتم أليكس؟ حسناً، إنه في مكان ما هنا. نحن مناسبان لبعضنا البعض. سأعود حالاً. لقد ذهبت، ربما تتأخر قليلاً. هل تلعب حجر ورقم قص؟ حسناً، لنلعب لعبة. سأضع القلادة تحت هذا الكوب وسأحرك الأكواب. تذكري إبقاء عينيك على الكوب فوق القلادة. ينبغي أن يكفي هذا. حسناً، أي كوب تحته القلادة؟ واحد أم اثنان أم ثلاثة؟ ما هذا؟ مرحى، ماذا؟ صباح الخير. لنبدأ اليوم الجميل، صباح يوم آخر. ما رأيك فيه؟ هذا الفستان، حقاً أستطيع فعل ذلك.
جميل، لكن هل تستطيعين الحصول على شعر بهذه الروعة؟ لا أعتقد ذلك، إنه فريد من نوعه. كذلك يحمل الورود بكل أناقة، أترين؟ أو أستطيع الحصول على وردة أيضاً، سأختار هذه. والآن كيف يمكنني أن... كم هذا محرج؟ لننظر هنا. أحتاج إلى شيء لزق، سيفي هذا بالغرض. لنحول مشابك الشعر إلى شيء رائع. أحتاج لبعض الأدوات الإضافية فقط. أترين مشبك شعري هذا؟ استخدمي قلم الغراء ثلاثي الأبعاد لصنع تصميم لطيف. سأختار لوني المفضل وهو الأزرق. هل ترين هذا الخط الطويل الجميل هنا؟ استمري واجعليه أطول. أوشكنا على الانتهاء. أترين كيف تحول إلى شكل حلزوني كبير؟ وسيتمسك للحفاظ على شكله أيضاً. وكأنني صنعت زنبركاً جميلاً لنفسي. إنه يقفز عالياً. وهو! ويمكنك وضع المشبك في شعرك الآن. أليست كل هذه الألوان مبهجة للعين؟ جميل! كدت أنسى أهم جزء على الإطلاق. لدي شعر مجعد مذهل كشعرك تماماً. انظروا كيف تتحرك. أحب استخدام المادة البراقة، إنها تجعل حياتي أكثر جمالاً. ومن منا لا يرغب في ذلك؟ هذا كافٍ. سأسكب فوقه الآن القليل من الراتنج. ستكون النتيجة جميلة جداً. هذه واحدة من أفضل أفكاري. احذري يا ساني. أعتقد أنني أعرف ما أفعله، لكن ماذا تفعلين أنت؟ أنا أصنع تحفة فنية. اذهبي، أنت غريبة جداً. لا يهم، أنا ذاهبة من هنا. لا نجدة! أتعرض لهجوم من الحلوى. أعتقد أنني لن أعود إلى ركوب لوح التزلج. أجل، أعتقد أنها فكرة جيدة. انظري ماذا فعلتي، لقد دمرت. إلا لدي فكرة، سأقص فجوة كبيرة في قالب مطاطي، ثم أملأه براتنج الإيبوكسي شفاف. يجب التأكد من أن السطح نظيف ومستقيم. لا أريد أن تظهر في الراتنج أي أوساخ. أريد الحصول على طبقة جميلة ومستوية، يبعث هذا على الشعور بالاسترخاء. حسناً، أعتقد أن هذا القدر كاف من الراتنج. والآن سأضيف قطع الحلوى، ثم يمكنني سكب المزيد من الراتنج. يجب التأكد من أن الحلوى مغطاة بالكامل، وبعدها سأنتظر حتى يصبح الراتنج صلباً. حان الوقت لإزالة القالب. الآن سأضيف العجلات، وبالطبع ستكون شفافة أيضاً. والآن أصبح لدي لوح تزلج مميز. يمكنكم القول أنه حلو جداً. هل رأيتم شيئاً كهذا من قبل؟ يبدو شهياً لدرجة أني أود تناوله. يعجبني كثيراً. هاي ساني، انظري، صنعت هذا من أجلك. ماذا؟ هل أنت جادة؟ هل هو لي حقاً؟ هذا رائع. حسناً يا رفيقاي، سأنطلق. تصرفي بتهذيب مع والدك، اتفقنا؟ لا تبعد عينيك عنها. أراك وقت العشاء. غداً. أشعر بالملل. أبي، هل تلعب معي؟ ما الذي يفترض بي فعله بهذا؟ إنه يزن 100 رطل. لابد من وجود شيء يفعله هنا. واو، انظروا إلى فساتين أمي، هذا هو المفضل لدي. مستحيل، انظروا إلى كل أشياء البالغين هذا. يا للهول، إنه كنز حقيقي. أتساءل إن كان هذا الخاتم سيلائم مقاسي. رائع. إيفا، ماذا تفعلين؟ هل يعجبك مظهري؟ إن أغراض أمي. تذكر، لا تجعلها تلمس أغراضي. لا، هذا سيء للغاية، لكني أعلم كيف أصلح هذا. سأعطي إيفا حليها الخاصة، وستكون حلياً تليق بأميرة. سيكون شكل التاج هذا خاتماً مثالياً. ويمكنني صنع أشكال أخرى أيضاً، مثل شكل نجمة ممتع، ويمكنكم استخدام ألوان مختلفة. هل هناك فتاة صغيرة لا تحب القلوب؟ اللون الأحمر هو الخيار المنطقي لهذا الشكل. كدت أنتهي. أليس لطيفاً؟ لا تنسى وضع نقطة في المنتصف. هكذا سنوصل الخاتم. هل ترين؟ والآن لديك مجموعة منها، وهذه الخواتم كلها لك. أليست خلابة؟ شكراً يا أبي،
ويمكنك ارتداء هذا. والآن تلك قوة إبداعية حقيقية. لهذا أحبك. لا 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 لا، هذا يستغرق وقتاً طويلاً. أنا جائعة. أوه، هل يمكننا أن نأكل؟ بالطبع، وجبة فاخرة. تفضلي. رومانسياً فعلاً، أظنك نسيت شيئاً. لا نحتاج إلى ملاعق. حسناً. أوه، لذيذ. هذا مقزز ولكنك ظريف. ألن تأكلي؟ كلا، لا أريد، ولكني أردت أن يكون هذا مثالياً. دعيني أنظر في حقيبتي. بيضة، كيف جاءت إلى هنا؟ قلم ثلاثي الأبعاد؟ مهلاً، لدي فكرة. خذوا البيضة واستخدموا القلم ثلاثي الأبعاد للرسم حولها. ارسموا شكلاً حلزونياً على جوانب البيضة، هكذا تماماً. ثم ارسموا خطوطاً عكس اتجاه الشكل الحلزوني لملء الشكل. فور انتهائكم، انزعوا البلاستيك من على البيضة، وصلوه بمقبض ليصبح لديكم ملعقة. ثم استخدموا القلم الثلاثي الأبعاد لإضافة بعض التفاصيل. والآن نرسم أثر كف، أضيفوا المزيد من التفاصيل على الملعقة. وأخيراً أرسموا وجهاً داخل الملعقة. يا آسي، لقد صنعت هذا لأجلك. لأجلي؟ أحببتها. لذيذ. عجباً، حاولي مضغ طعامك. هذا أفضل يوم على الإطلاق. لن نذهب إلى مطعم أبداً، ولكنك مذهلة. كان رائع، وأخيراً وصل. أنا متحمسة للغاية، انتظرت وصولها طويلاً. حسناً، حان الوقت لفتحها. هيا بنا. لا يمكنني الانتظار لرؤية هذه الألوان الجديدة. حسناً، سأفتحها. هيا. أوه، ما أجملها. تحتوي أيضاً على ألوان براقة. سأجرب بعضها الآن. واو، لم أعتقد يوماً أنني سأخرج من هنا. أجل، ها هي فرشاة المكياج المفضلة لدي. ممتاز، حسناً، سأبدأ باللون الوردي. أوه، إنها تضع المكياج وتضيف الألوان إلى وجهها. هذا اللون جميل جداً. هاي، أريد فعل ذلك أيضاً. ها، ما هذا طنين؟ ها، ما رأيك في هذا؟ سأقفز فوق هذا وهذا أيضاً. ها؟ اذهبي من هنا. لا أصدق، يكفي، حان الوقت لتنفيذ سحري. خذي هذا وهذا. حسنا، نرى. وجهي، ماذا حدث لوجهي؟ هذا ما تستحقينه على أي حال، لأنك ضربتني. لا، يجب أن تصلحي هذا، أرجوك. سأفعل ما تريدين. أريد لوحة المكياج هذه. حسنا، أعتقد خطرت لي فكرة. حان الوقت لاستخدام القليل من طين البوليمر. هكذا، سأصنع نسخة مصغرة لهذه اللوحة. والآن سأستعين بأداة رائعة لكشط القليل من المسحوق من لوحتي، ثم سأضعه هنا في هذه القبعة. سأضيف اللون الأصفر هنا أيضا. والآن سأضع قطعة أخرى من الصلصال غطاء للوحة. حان الوقت لاستخدام بعض الطلاء كي لا تكون بلون أبيض ممل. سأستخدم لون اللافندر الجميل، إنه يعجبني حقا. ثم أستخدم اللون الأرجواني، أحاول أن تكون شبيهة بلوحتي قدر الإمكان. هكذا، لمسة أخيرة وستكون اللوحة جاهزة. ترى، لوحتان متماثلتان، واحدة لي وواحدة للجنية. تفضلي، لقد صنعت هذه لك. رائع، إنها تعجبني بشدة. يمكنني الآن وضع المكياج على وجهي. حسنا، هل يمكنك إصلاح وجهي الآن؟ أرجوك. طبعا طبعا، الاتفاق اتفاق. هيا، أيتها القوى السحرية، جاهز. أوه يا إلهي، إنه أجمل من ذي قبل. هي، شكرا لك، أنت رائعة حقا. طبعا طبعا، أحب هذه الألوان البراقة، إنها جميلة. أوه، كان يوما شاقا، كما أنا متشوقة للنوم. أشعر ببعض الانزعاج، سأجرب النوم على هذا الجانب. أوف، الضوء ساطع، أريد أن أنام فقط. هذا أفضل. لماذا ليست الوسادة مريحة؟ هذا السخيف، لماذا كل شيء ضدي؟ سأخرج ساقاً واحدة حتى أبرد قليلاً. لكن ماذا عن الوحش تحت السرير؟ من الأفضل أن ألقي ساقي داخل اللحاف. يبدو أني لن أنام الليلة.
أشعر بالبرد الآن. ربما هذه الوضعية أو هذا. أكره سريري. هذه ليلة سيئة. ما الأمر؟ لماذا تصرخين؟ أو بيضة؟ لقد ألهمتني بفكرة. سأحضر حافظة هاتف ومسدس غراء. سأرسم دائرة من الغراء في المنتصف. سألونها الآن بطلاء أظافر أبيض. ممتاز، سأنتظر حتى يجف. للخطوة التالية سأحتاج بالونا أصفر. سأقص جزءه العلوي ثم سأضع كرة سلايم بداخله بهذا الشكل. سأضعه على الحافظة الآن. إنه اسم جي. انتهيت، يبدو مثل بيضة على الحافظة. أوه كم هذا مريح. واو أشعر بالنعاس الآن. البيض، هل هناك شيء لا يمكنه فعله؟ المكنسة الكهربائية سيد بروكلي. ها؟ ماذا؟ لقد كنت أحلم. كم الساعة الآن يا ترى؟ من الأفضل أن أتحقق من هاتفي. هاتفي، لا سقط على الأرض بقوة. لا 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 لا، لقد كسر. يا إلهي، هذا أسوأ شيء في حياتي. لأنه من كابوس. ماذا حدث؟ أين أنا؟ حسنا، هاتفي. هاي، أنا مستلق أرضا حيث سقط، أتذكر؟ مرحبا. أوه كابوس. يا إلهي، كابوس آخر. يا إلهي، ماذا؟ هاتفي. عاد هاتفي إلى مكانه الطبيعي وليس على الأرض، لكنني خائف الآن. لن أسمح بحدوث هذا أبدا. أعرف ما يمكنني استخدامه. سأحضر قلم طباعتي ثلاثية الأبعاد وأصنع شيئا. سأستخدم الحبر الأرجواني لأني أحبه وأبدأ بتلوين حافظة الهاتف. سأصنع نمطا متعرجا في الأعلى ثم أنخفض للأسفل ثم نمط متعرج آخر. سأملأ المساحة كلها بحبر طباعتي ثلاثية الأبعاد. حسنا، انتهيت من الجزء العلوي الآن، وسأنتقل إلى الجوانب فأتأكد من أنها مغطاة جيدا. هكذا غطيت حافظة الهاتف جيدا. أو لا، لقد سقطت مني. أو لا تقلق، لم أكسر أبدا. يا إلهي، كنت قلقا، لكن الحافظة الجديدة كانت ناجحة فعلا. حسنا، سأعود إلى النوم. واو، رائحة بسكويت الزنجبيل جهية حقا. هيا، يا إلهي ما أجملها. أحب عندما تهز شعرها بحركة بطيئة. كذلك لديها نظارة رائعة. أراهن أن نظرها 6/6. مرحبا، هل تريدين تناول بعض البسكويت؟ شكرا لك. لذيذة. خذ، تناول قطعة أيضا. حسنا، سيكون هذا مذهلا إن حدث. أين هذه الغرفة؟ حسنا، يجب أن نتحرك الآن. يمكنني عمل هذا، سيكون كل شيء على ما يرام. أو لقد سقطت بقوة، ما هذا الشيء الذي سقطت عليه؟ أو قطعت بسكويت؟ أو واو ما أجملها. في الواقع أوحت لي هذه بفكرة، سأستخدم هاتين القطاعتين لصنع شكل قلب. هكذا، ثم سأملأ المركز. سأستخدم هذه الحقنة لأعمل بشكل مرتب ونظيف بهذا الشكل. سيجعلها ضوء الأشعة فوق البنفسجية تجف بسرعة، لكني أحتاج إلى القليل من المادة البراقة. هذه الأزهار والقلوب والنجوم جميلة حقا. والآن سأضع القطاعة الأخرى فوقها. ممتاز، صنعت لك سلسلة مفاتيح. واو، من أجلي أنا، لقد أحببتها فعلا. كان ذلك نوما عميقا. لا شيء يمكن أن يوقظني مثل الموسيقى الجيدة. مرحبا، أحب هذه الأغنية، تجعلني أود الرقص. ارتديت ملابسي. أنا مستعد لمواجهة يومي. هكذا تنجز الأمور. الحذاء رجاء. أجل، لا أمانع السير، فذلك يمنحني وقتا أكثر للاستمتاع. هل تشمون هذا؟ إنها طبيعة يا أعزائي. إنه ليام، كيف حالك؟ إيفا، مرحبا. مهلا ليا. ليام، لا تفعل. لماذا تلوح؟ لا
هولايا ما توقف، قشرة الموز. إنه لا يراها مطلقا، أليس كذلك؟ هولا. كل شيء بخير، لا شيء يمكنه إبطاء هذه الحركات. عند التفكير ثانية، أوه يا رجل، سماعاتي. أظن أن أوقات استمتاعي قد انتهت، والآن إلى ما سأستمتع. هذه السماعات لها صوت زهير بشع مقارنة بهذه السماعات، إلا يمكنني صنع سماعاتي الفائقة الخاصة. كل ما أحتاج إليه هو قلم طباعة ثلاثية الأبعاد، والآن حان الوقت لمنع الشكل. استمروا في ذلك خط تلو خط، ثم ضعوا هذه القطعة واستخدموا القلم للصقها بالشكل. وفور جفاف كل هذا، ألصقوا الأجزاء التي صنعتموها. وضعوا هذه السماعات في الداخل. ها نحن ذا، ها هي محكمة وثابتة. ليام، هل أنت بخير؟ أو أجل، تفقدي هذه، لقد استعدت روعتي، هل ترين؟ أراك لاحقاً. والآن هذه الأقراط ذات طبع قديم وفريدة، لكنها ستبدو رائعة مع شكل وجهك. يا إلهي، حسناً، إذن أريد شراءها. هيا. حسناً، ها قد أتيت وأنا مستعدة لسرقة بعض الأشياء. أو لا، جهاز الإنذار هناك دخيل، لا يمكنني تحمل، اهربي. يبدو المكان آمناً، حان وقت التحرك. حسناً، أصغي إلي، ارفعي الغطاء وسأخذ الأغراض. لا، لن يجدي هذا نفعاً، سنرفع الغطاء معاً. هل أنت مستعدة؟ هيا بنا. كم كان سهلاً، نجحنا. أوه يا، والآن حان الوقت لنهب هذا المكان من كل بضائعه. أخذت هذا، جيد، وأخذت ذاك، ممتاز. هاي، لا تنسي الأشياء التي هناك، خذيها إن كانت حقيبتك تتسع. يا إلهي، ماذا حدث؟ تعرض المكان للسطو وأخذوا كل شيء. يبدو، أجل، وبعض أغراض العرض أيضا، بما في ذلك أقراطي. مهلا، وجدتها. سأبدأ بوضع طبقات من طين البوليمر فوق بعضها البعض. أريد مجموعة من عدة ألوان. حسنا، سأستخدم هذا الكوب وأدحرجه على الصلصة. أريد أن يكون ذلك كاستخدام الشوبك، وأضغط على القطع معا. جيد، والآن لدي هذه الأداة الرائعة التي سأستخدمها في التقطيع. سأضعها بشكل خط مستقيم وأقطعها على شكل أشرطة. انظروا إلى ألوان قوس قزح جميلة، تعجبني بشدة، لكنني لم أنتهي بعد. سأعود لاستخدام الكوب للدحرجة، وتعلمون ما الذي يعني هذا. صحيح، المزيد من الدحرجة. سأستخدم في الخطوة التالية قطعة البسكويت. سأستخدم نجما صغيرا لتقطيع نجوم جميلة. هيا بنا، سأخذ هذا الآن. يا إلهي، نجوم صغيرة بألوان قوس قزح، أليست جميلة؟ سأضع الخطافات لأجعلها أقراطا، والآن أصبحت مستعدة لأرتديها. أوه، إنها تتدلى بالارتفاع المناسب تماما. أبس، يبدو أننا نسينا شيئا هنا، إن كنت لا تمانعين. أوه رائعة، أراك لاحقا. اتفق هذين اليونيكورن على الزواج اليوم بهذه الطقوس. أحبك. يا إلهي، كم هذا جميل. يمكنكما تبديل الخاتمين إن لم يكن هناك اعتراض. الخاتم هنا. أو يا إلهي، أين هو؟ أنا متأكد أنني وضعته في جيبي. هاي، لدي حالة طارئة، لا أملك خاتما. ماذا يحدث هنا؟ ها؟ يا إلهي، ليس لدي خاتم. ماذا؟ سأجد حلا. حلمي بالزواج على وشك أن ينهار. لابد أن هناك شيء يمكنني فعله. قلادتي. لحظة واحدة من فضلكم، سأستخدم خرز القلادة ومكواة الشعر. سأضع ورق الخبز على الملقة الساخن. رائع، سأرتب الخرزات بشكل قوس قزح صغير، ثم سأضغط عليها. هكذا بدأت الخرزات بالذوبان تحت الحرارة، ذابت وأصبحت مستوية. سألفها الآن على شكل خواتم، تبدو جميلة فعلا. سأرتديها الآن في أصابعي. هكذا، إنها جميلة، جميعها مناسبة لأصابعي تماما. أنا ذكية. حان الوقت لإنقاذ هذا الزفاف. تفضل. حسنا، فهمت. واو، خاتم قوس قزح مذهل. حسنا، أنا مستعد الآن، دعيني أضع لك الخاتم. قلت لك إنني لن أخذ لك. حسنا، أنتما متزوجان الآن. حفل الزفاف، منسق الأغاني مدهش. مرحبا سيدي، تفضل بالدخول. ستكون هدية مثالية. وصلت في الوقت المناسب. مرحبا ماثيو. إيميلي. إنها اللحظة المناسبة لتقديم الهدية. ما هذا؟
هل لديها هذه الدمية فعلا؟ ياها من صدفة، ماذا سأقدم لها؟ هذه السماعات؟ آه أجل، لكن علي أولا عمل بضعة أشياء. السلامة في المقام الأول، لا شيء لأخسره. أجل ما زلت أتدحرج. كان طريقا صعبا، لكن هناك بعض الأعمال التي علي إنجازها. نظف المكان من فضلك، ما الأفضل من الهدية العادية؟ هدية مخصصة طبعا، وستكون هذه هدية رائعة بلا شك. سأملأ المساحة البيضاء بالكامل، هكذا جيد. ثم ألون الوجه، لحسن الحظ لدي الكثير من اللون الأزرق، فهو لونها المفضل. والآن سأضيف التفاصيل الصغيرة، إنها جميلة فعلا. ولن أنسى الأجزاء البيضاء، من الضروري إضافتها هنا أيضا. ممتاز، والآن اللمسات الأخيرة، نحن على وشك الانتهاء. جميل جدا، لكن أها، بقيت خطوة واحدة. سأثبت الشكل بطريقة صحيحة ليبدو حيا. أليس مثاليا؟ لنجرب هذا ثانية. مرحبا، هذا من أجله. مستحيل، إنه كما أريد بالضبط. كيف تمكنت من العثور عليه؟ أوه ماذا؟ كدت أنسى، أحضرت لك هدية أيضا، هل أعجبت؟ حسنا، حان وقت العناق، أحبك يا أعز صديق. حسنا أيها الطلاب، هل أنتم مستعدون؟ حان وقت الاختبار، تفضلي ورقتك. هاي ما هذا؟ لقد نلت منك، تفضلي. بوب، وها هو اختبارك أيضا. هاي ما هذا؟ يونغ، تبا هذه الدونات لي، لنرى. حسنا أجل، أنا متأكدة أن هذه هي الإجابة الصحيحة. أوه، وعرفت إجابة هذا أيضا. حسنا، سأخذ نفسا عميقا، يمكنني فعلها، إنه مجرد اختبار. أي، ربما لا يمكنني ذلك، أنا لا أفهم هذا أبدا. أوه، لا أصدق أنه تناول قدمة من الدونات بهذا الشكل. حسنا، لن أضيع هذا بالطبع، الآن سأوقع باسمي. انتهيت من اختبار آخر، وبالطبع سأتفوق فيه، يمكنني الآن الاسترخاء وقراءة هذا الكتاب. يا إلهي، لقد انتهت من حل الاختبار، كيف فعل ذلك؟ مهلا، ربما هذه هي الإجابة. لا، أنا غبية، لا يمكنني الإجابة عن أي من هذه بشكل صحيح. أوه يا إلهي، الدونات هي الأفضل في العالم كله. أوه، الكثير من الكريمة، سأزيلها عن يدي. ماذا لو غششت من الفتاة التي في الخلف؟ ربما لديها الإجابات. أوه لا، هذا ليس حلاً أبداً، أنا بحاجة إلى غريس. غريس هنا. أو ماذا؟ أو أنت بحاجة إلى المساعدة. حسناً، أعطني ورقة الاختبار. رائع، شكراً جزيلاً، تفضلي. تماماً كما أردت. لا بأس، لا يهم. حسناً، إجابة خطأ، وهذه خطأ أيضاً، لا أدري كيف حصلت على هذا الرقم، كل الإجابات خطأ. خذي، لقد انتهيت، يمكنك إعادتها. أجل، لن أرسم الآن، يجب أن أفعل شيئا لأعبر عن شكري لها. لنرى، لدي مشبك، ورق، ولديها دونات. حسنا، سيحتاج هذا المشروع إلى القليل من صلصال البوليمر، يمكنني استخدام القليل من الصلصال الأصفر، سأضغط بها على المشبك، والآن سأصنع فجوة في المنتصف بهذا الشكل، ثم أضيف إليها حجارة الزينة ليكون كل شيء براق، لكن هذا غير كاف، سأضيف المادة البراقة أيضا، ثم أسكبها فوق الدونات. جيد، سأنفخ عليها للتخلص من المادة الزائدة، وانتهيت، أصبح شكلها رائعا. أوهو، هي النتيجة النهائية. أجل يا إلهي، حصلت على نتيجة ممتازة. أوهو، ونتيجة أخرى ممتازة، تماما كما توقعت، سأتناول كل الفتات. ما هذا؟ هاي، هناك المزيد من الكريمة على الورقة. أجل، حسنا، حان الوقت لمفاجأة غريس، لأنها ساعدتني. يا إلهي، هل هذه لي؟ شكرا جزيلا، لطيفة جدا، سأستخدمها كإشارة مرجعية. هاي، توقفي على عقل الورقة، صنعت هذه لك. أوه، يا إلهي، تشبه الدونة الصغيرة، شكرا لك، يعجبني حقا الشكل الذي أصبحت عليه، لطيفة جدا، ما رأيك؟ أركض، سنتبلل بالمطر. يبدو أنه قد توقف، حمدا لله، لكن هذا صعب. أوه لا، لوحة الشطرنج لقد فسدت، كيف حدث هذا؟
اصغ إلي، ابقى هنا وسأعود حالا. تبا. حسنا، أنا مستعدة تقريبا. سأعمل فقط على حماية المكان. القفازات جاهزة، حان وقت العمل. القوالب جاهزة، وسأضيف القليل من المادة البراقة إلى هذا الخليط. حسنا، سأبدأ بسكبها في القوالب. لن أضع الكثير. الآن سأمزجها قليلا للحصول على لون أحمر، وسأضيف المزيد من المادة البراقة بالتأكيد. حسنا، جيد. سأسكب هذا في القلب الثاني. ممتاز. سأنتظر حتى يصبح صلبا، وأعتقد أنه جاهز. أجل، القوالب جاهزة، أصبحت رائعة. سأصنع مجموعة منها، أصبحت جميلة معا. لكنني بحاجة الآن إلى خليط شفاف. يبدو هذا متسقا بشكل جيد. سأسكبه في القلب الآن. سأملأ المربع وأغطي المربعات الصغيرة التي صنعتها للتو. يجب أن يكون بالمقدار الصحيح أيضا. حسنا، امتلأت كل الزوايا باستثناء هذه. أجل، انتهيت يا إلهي. انظروا لهذا، يبدو رائعا. هاي، لا تحزن، صنعت لك لوحة شطرنج جديد. هل صنعت هذا لي؟ واو، هذا مذهل. أتريدين اللعب؟ انتبهي، يا للوقاحة. على أي حال يجب أن أتألق. هذا الحزام جميل لكنه صغير. يا إلهي، ليس أظافري، لقد كسرت. يا للمصيبة. انظري لحالك، أظافري المسكينة. يا فاشلة، أنت الأسوأ على الإطلاق. لا بأس، سأنقذ الموقف. قد يفيدني هذا. وجدتها. إصلاح الأظافر في المواقف الطارئة. نضع شريطاً لاصقاً على أطراف الأصابع، وبعود خشبي نضغط على الشريط اللاصق لتحديد شكل الظفر. وبعدها نرسم شكل الظفر بالقلم، ونرفع الشريط اللاصق من على الظفر. نضع الشريط اللاصق فوق سطح مستوى، ونكمل رسم الظفر بشكل بيضاوي. نستعمل قلم طباعة ثلاثية الأبعاد لملء الشكل، واحرصوا على عدم تجاوز الشكل المرسوم. وبعدها نضغط الظفر البلاستيكي على قلم أو ما شابه لمنحه انحناءة بسيطة، ونزيل الظفر الصناعي الجديد من الشريط اللاصق. نستعمل مقص الأظافر للتخلص من البلاستيك الزائد، ولم يبقى إلا أن نثبته على إصبعنا. كرري الخطوات السابقة لصنع أظافر صناعية جميلة. تبدو جميلة يا فتاة. واو، أنا مستعدة الآن مع هذه الأظافر الجميلة. ها؟ مالاً، انتبهي، توقفي، تحركي. ما مشكلتك؟ كم الساعة الآن؟ حان موعد التنظيف. اخرجي من هنا، لقد طفح الكيل. خذي، هيا اركضي. أجل، لقنتها درسا. لا شيء أفضل من هذه الأرجوحات. أنا قادمة يا كلير. انظري كم أركض سريعا، لن يوقفني أحد الآن. شكرا لمشاهدتكم. هاتفي، من الأفضل أن يمسك به أحد. تمكنت منه، ها هو. كان ذلك وشيكا. كلا، من الأفضل ألا يكون مخدوشا. هل سمعت عن استخدام غطاء حماية من قبل؟ لكن شكله ممل. تفضيلات شخصية، أعلم. إن أردت غطاء حماية لطيفا للغاية، استخدم قلم الطباعة ثلاثي الأبعاد لصنع تصميم. أيمكنك تخمين ما أصنعه الآن؟ سأعطيك تلميحا. يحتوي على كثير من الألوان. من الجيد أن لدي كل الألوان هنا. والآن الأخضر، يتطلب هذا الكثير من الخطوط. وبعد الأخضر أعتقد أنني سأمزجه بالأزرق الجميل. تفقد هذه الخطوط الجميلة. كدنا ننتهي، لكن كيف يمكن أن أنسى ضوء الشمس؟ سيبهج هذا أي شخص. وفور جفافه ضعه على هاتفك. تفقدي غطاء حماية هاتفي، لم يعد مملا بعد الآن، أليس كذلك؟ أنا فخورة بك. لنعود إلى العمل. ألم تتعلمي شيئا يا كلير؟ بالعثور على أفضل فلتر تصوير، ابتسمي. واو، ما أجمل هذا المكان. مرحبا يا فتيات، هل أحضرت قبعتك؟ في الواقع أجل. ألا تبدو رقيقة؟ تستحق النشر على الإنترنت بالطبع.
لا تنسي الإشارة إلي، اتفقنا؟ لم أعلم أن القبعة شرط أساسي للخروج في هذه النزهة. ماذا يجب أن أفعل؟ أعتقد أن الحذر قد ابتسم لي أخيراً. ماذا؟ ما الذي؟ هل هي بخير؟ هل فقدت عقلك؟ لماذا تنظرون إلي هكذا؟ لا تبكي يا أوليفيا، تفضلي خذيها. أشكرك. لابد أن هناك طريقة أفضل على كل حال. شاهدوا ما سأفعل. ضعي قشرة البطيخة مقلوبة أمامك، ثم شغلي قلم الغراء ثلاثي الأبعاد وابدأي من أعلى البطيخة. ارسمي نقطة كبيرة وبعض الخطوط الجانبية، وبعد أن تصبح بهذا الشكل يمكنك البدء في ملء الفراغات العريضة. املأي جزءا تلو الآخر وحاولي ألا تتركي أي فراغات على الإطلاق، ثم ارسمي خطا آخرا بالغراء هنا وأضيفي خطا آخر هنا، ثم ارسمي خطا يربط بينهما واملأي الفراغات بين الخطوط كما فعلت من قبل، وعليك فعل ذلك بشكل دائري حول البطيخة بالكامل. أما الخطوط التالية فهي لأغراض التزيين فقط، ويمكنك الآن إضافة نقاط سوداء صغيرة على الغراء الأحمر. هل يبدو هذا تصميم مألوفا الآن؟ سأعطيكم تلميحا، إنه مستوحى من بطيخة، وهذه هي البذور. هل فهمتم؟ لنجرب ارتداء هذه القبعة الآن. قلت إنك تريدين قبعة، أليس كذلك؟ حسناً، صنعت قبعة فريدة من نوعها لأجلك. هل أعجبتكم؟ واو، يجب أن ألتقط صورة لها. يا لسعادتها. هيا سننشر جميعاً صورك. هل رأيتم صوراً ألطف من هذه؟ رائعة. كلا، ولا هذا لن يجدي هذا أبداً، ولا هذا، هذا فظيع. كل الملابس في خزانتي فظيعة، إنها كارثة. ماذا يحدث هنا؟ أوه، ليس لدي شيء لارتدائه. عما تتحدثين؟ انظري لكل هذه الملابس، لكن لدي موعد مع جاك هذه الليلة. جاك؟ يا إلهي، ماذا سنفعل؟ حسناً، ربما يمكنني ارتداء هذه البلوزة، ما رأيك؟ أو ربما هذا الفستان الأحمر، أم أنه غير مناسب؟ لا أعتقد أنه زي الأفضل. مهلاً، أعتقد أنني قد خطرت لي فكرة عبقرية. نسيت أن لدي هذه البلوزة القصيرة. لكن ليس لدي مجوهرات تناسبها. مهلاً، أعرف ما عليك فعله. لم أفهم. مهلاً، أبي، أنت ذكي للغاية، لابد أن لدي شيء هنا. كلا، لا شيء هنا، خاب أملي. سيكون أسوأ موعد غرامي على الإطلاق، يجب أن ألغيه. حسناً، لابد أن هناك شيء يمكننا فعله. لا يمكنني الخروج دون أقراض، مستحيل. لا أعرف ماذا يمكنني. مهلاً، هذه الوسادة وقلم الطباعة ثلاثية الأبعاد. عزيزتي، أظن أن هذا هو الحل. يا إلهي، أعتقد أنك على حق. حسناً، سأرسم شريحة بطيخ صغيرة ثم أتتبعها. سأستخدم الحبر الأسود لتحديدها. سأحدد محيطها بالكامل، ثم سأحدد الجزء الداخلي منها. حسناً، أعتقد أنها أصبحت أفضل الآن، لكني لم أنتهي بعد، لنواصل. سأملأها الآن بلون البطيخ الأحمر، ولن أنسى الحافة الحمراء أيضاً. هكذا سألونها كلها، ثم ألون القشرة. الأخضر خيار رائع، هذا ممتع، لكن أحتاج إلى لون أخضر داكن لهذا الجزء. ثم سأستخدم اللون الأسود لبذور البطيخ، القليل من النقاط على الجزء الأحمر. رائع، بذرة واحدة هنا أيضا. واو، انتهيت، رائع للغاية، أحببتها فعلا. سأصنع الآن القرط الثاني وأضيف إليه خطاف الأقراط. لا أصدق كم هي جميلة، أحببتها كثيرا. سأجرب ارتداءها. جميلة، أليس كذلك؟ رائع. شكرا أبي، فكرتك ذكية جدا. حسنا، سأذهب للقاء جاك. حسناً، استمتعي برفقة جاك. والآن أين وسادتي؟ ها هي، هذا أفضل. مهلاً، ما هذا؟ صورة؟ انظروا لهذا، إنها تقضي وقتاً ممتعاً، ما أجملها. أجل، تحب نفخ الفقاعات. ماذا؟ لا، إنها مكسورة، لن ينفع هذا. لكني أريد نفخ الفقاعات لصنع أشياء جميلة. الجني في خدمتك. لا يمكنني صنع الفقاعات. حسناً، هذه مشكلة، يجب أن أفعل شيئاً لحلها. دعك من هذا، لدي قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد وهو أفضل منها. حسناً، لدي هذا الشكل، سأستخدم الآن قلم الطباعة. سأبدأ باللون الأخضر لصنع مقبض العصا، هكذا. والآن يمكنني الانتقال إلى اللون الأصفر لرسم النجم، ثم سأستخدم اللون الأحمر لرسم الدوائر، هذا سهل. وانتهيت.
أصبحت العصا السحرية جاهزة للاستخدام. حسناً، لدي عصا فقاعات جديدة صنعتها لك خصيصاً. أوه، جميلة جداً، انظر إلى هذه الفقاعات الرائعة. ياي، الفقاعة جميلة جداً. حسناً حسناً، أنا قادم. وداعاً. هذا المكان يبدو مثل ما صور تماماً. ماذا علي أن أفعل أولاً إذن؟ أوه، أكره مشاهدة الأخبار. توقفي. هل تقصدني؟ حسناً، ماذا يحدث؟ هذا اللص طليق في المدينة. انتبهوا لمتعلقاتكم الشخصية. يمكن لهذا الرجل القفز من أي مكان. النوافذ المغلقة هي تخصصه. شاهده أحد مرة وطارده في الشارع، لكن للأسف ما زال طليقاً. اتصلوا بالشرطة إن كان لديكم أي معلومات. منزلكم معرض للخطر. يا للهول، يا له من وقت سيء لترك المنزل. لا يمكنني المغادرة لقضاء عطلتي. مجوهراتي في كل مكان، وكذلك أموالي. إلا أن من الجيد أن لدي خطة بالفعل. سأعود قريبا. يا لها من رحلة. لكن قبل أن أفرغ أمتعتي لنرى ما كان يحدث هنا في المنزل. اللص، انظروا لوقاحة هذا الرجل. المكان جميل هنا. أوه، صندوق مجوهرات. ماذا؟ لا يوجد شيء سوى دبوس شعر. يا لها من مضيعة للوقت. أين كل الأغراض الثمينة هنا؟ ما زلت لا أجد شيئا. هذا ليس منطقيا. فكر فكر. القمامة، مستحيل. الشرطة، علي الخروج من هنا. أو كلا. حسنا، لقد نجح هذا بسهولة. ولم يتطلب الأمر سوى كرة صغيرة. تفقدوا هذا يا رفاق. ألا ترتوا أعجابكم؟ بدلا من كل الأماكن الواضحة، خبئوا مجوهراتكم في أماكن مخفية. لن يبحث عنها أحد هنا قط. لذا فهي أماكن مثالية لإخفاء المجوهرات. قطعة كرتون كهذا. اقطعوا دائرة في المنتصف. استخدموا الغراء الساخن بشكل عشوائي لتثبيت الأغلفة القديمة وأي قمامة، لكن لا تتركوا أي جزء من الكرتون ظاهراً. استمروا في ذلك، وبعد أن يغطى بالكامل ستحصلون على مكان لإخفاء أغراضكم. حسناً، حان وقت الفوز بهذه اللعبة. واو، خاسر، لا تتحداني. أبي غريب فعلاً، إنه يصرخ دائماً وهو يلعب على الحاسوب. يا جيد، مت. أريد أن أمضغ شيئاً. أوه، ماذا عن هذا الشيء؟ هيا، اهزم. ماذا سأمضغ الآن؟ أوه، أذن القطة. أنا على وشك هزيمة هذا الفتى. سأواصل اللعب بهذا المستوى. ماذا أيضاً؟ أوه، ماذا عن يدي؟ لا، خذ هذا، لقد فزت. سأنتقل الآن إلى مستوى آخر. جيد، سأضع نظارات الواقع الافتراضي. هل تعلمون ما لدي؟ سماعة رأس عملاقة، سأمضغها. أوه يا إلهي، انظروا إلى هناك. سماعات أبي الحقيقية، حتما هي الأفضل للمضغ. وتبدو شهية أيضا، سأخذها. يونك، حصلت على سماعة رأس حقيقية أيضاً وليست عملاقة. واو، لقد فزت بهذه الجولة، أنا الأفضل. مهلاً، أين سماعة رأس خاصتي؟ أعتقد أني تركتها في مكان ما هنا. مهلاً، ميكي. أوه لا، لقد أمسك بي، يجب أن أمضغ بسرعة أكبر. ميكي، ماذا قلت لك بشأن هذا الأمر؟ أعطني إياها الآن وفوراً. لا أصدق أنها ما زالت تحب مضغ الأشياء طوال الوقت. هل هذا سن؟ أوه لا، أبي، ما المشكلة؟ سماعة الرأس، أمسكت بها. أبي، أنت مضحك. هاي، هذه سني، يجب أن أعيده. هكذا، عاد السن إلى فمي إلى حيث ينتمي. مضغ هذا الشيء صعب، يجب أن أجد حلاً لهذه المشكلة. سأجعلها أفضل باستخدام قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد.
يعجبني هذا اللون الأخضر، سأستخدمه، سأغطي به اللون الأبيض. ياي، اختفى مكان ثقب السن، لكني سأواصل، سأستخدم المزيد من اللون الأخضر. أوه، يبدو وحشاً بلون واحد. مهلاً، وجدتها، سأضيف إليها المزيد من الألوان كهذا اللون. ياي، أصبحت جميلة ولطيفة، أنا بارعة فعلاً، إنها المفضلة لدي. كم هذه لطيفة. أبي، أبي، انظر إلى ما صنعت، انهض. ميكي، عزيزتي، لا، يريد والدك النوم. ماذا هناك؟ أترى؟ انظر ماذا فعلت بحافظة السماعات. أوه، واو، رائع. وانظري، إنها بلون أخضر مثل لون بلوزتي. نحن متطابقان. جميلة جدا، وتحمل السماعة أيضا. أوه ميكي، شكرا جزيلا يا صغيرتي، سأضعها هنا، يمكنها مراقبتي من هنا وأنا ألعب. ما رأيك؟ يا، ستساعدك. بالطبع، سأعود للعب الآن. موت. وأنا لدي حافظتين إضافيتين، يمكنني اللعب بهما. اسمي حمراء وأنا صفراء. واو، أتعتقدون أن شعري قد يصبح مموجا هكذا؟ هناك طريقة واحدة لاكتشاف ذلك. 1 2 3 4. أوه، ما زال مفرودا تماما. سأمسك بالخصل كلها معا. 1 2 3 4. حسنا، سأستخدم ربطة شعر مطاطية لتثبيته. ينبغي أن ينجح هذا، وينبغي أن تنجح الضفائر أيضاً. ينبغي أن تثبت هذه جيداً. مظهري ليس لطيفاً للغاية، لكن لا يهم، لن يكون شعري مدهشاً كصور المجلات أبداً. لم تبكين يا آني؟ أود أن أكون جميلة مثلها. لم يكن تمويج الشعر هو ما أبرع فيه أبداً، لكن يمكنني فعل شيء هنا. لكن أولاً علينا تسريح شعرك، ثم لفه بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه. أوتش، أبي. يا الهول، سيلم مجدداً. مهلاً قليلاً، أعرف. أولاً سنرش خصلة بالماء، ثم نستخدم يد الفرشاة كأداة تمويج. سألفها حتى الأعلى. رحبي بالتموجات. يا للروعة. من يحتاج إلى مكواة تمويج بالحرارة؟ وتجنبنا ضرر الحرارة أيضاً. شكراً لك يا أبي. يسرني أنني وجدت حلاً لذلك. يا لها من راحة كبيرة. دعوني أرى هنا، أين أضع هذا؟ يا للهول، انظروا إلى هذه السكاكين، لا يمكنني تركها هكذا. ماذا إن دخلت ملكي الصغير إلى هنا؟ قد تؤذي نفسها بهذه الأدوات المطبخية. كلا كلا كلا، لا يمكنني تركها هكذا إطلاقاً. علي وضع هذه الأدوات بعيداً وتأمينها في مكان لن تعرفه. هذا أفضل كثيراً. حسناً، سأجمع بعض ألعابها. مهلاً لحظة، زاوية هذه الطاولة حادة جداً، إنها تكاد تكون أسوأ من تلك السكاكين، يمكنها الاصطدام بها مباشرةً. كلا، ليس ركبتيها الصغيرتين الغاليتين، لا أود أن تبكيها هذه الطاولة. يا للهول، كلا كلا، مستحيل، لن أحظى بآلة موت في منزلي. ها نحن ذا، الوسادات آمنة ومحكمة على الزوايا. إنها ليست حادة الآن، ستكون آمنة بالتأكيد. لا يمكنني نسيان غلق الباب. مهلاً، المقابس، المقابس في المنزل. كلا، ماذا تفعل؟ ستؤذي نفسها. كلا كلا كلا، ليس طفلتي. توقفي فوراً، لا تضعي شيئاً أبداً في مقبس. انظري إلى نفسك، مظهرك في فوضى عارمة. هيا لنحاول تنظيفك. ماذا سأفعل معك؟ مهلاً لحظة، غطاء هذه المناديل المبللة قد يكون حلاً لها. أجل، إنهما متناسبان بالتأكيد. سأحتاج إلى إطفاء بعض التعديلات. يمكنني نزع الغطاء مباشرة ولصقه على المقبس، والآن أصبح غطاءً للحائط. ينبغي أن يبقي أصابعها المتطفلة بعيداً عن المقبس. حسناً، كوني فتاة صالحة عندما تكون أمك في الخارج. مهلاً لحظة، آلة الكي، لن أتمكن من ترك المنزل أبداً. مزيد من النوم حتى موعد المسرحية. الأمر مثير، لا أطيق الانتظار. يا له من نوم مريح، أشعر بشعور سيء، كل شيء يؤلمني. مرحبا أيتها النعيسة، لا أشعر أنني بخير. دعيني أرى، هل أنت مصابة بالحمى؟ ضعي هذا على رأسك، سيساعدك شراب الكحة هذا. افتحي فمك، مقزز، عليك أن ترتاحي. لا
لكن المسرحية لا يمكنني تفويتها، لقد انتظرت طويلا. آسفة يا عزيزتي، أنت مريضة. مهلا، أعتقد أنني أعرف كيف أساعدك. خذوا علبة حبوب إفطار واقطعوا مربعا، هدروا العلبة أفقيا وضعوا ورقة لاصقة عليه. كرروا هذا بألوان مختلفة من الورق اللاصق. بدلوا الألوان حتى تغطي العلبة بأكملها، ثم استخدموا المقص لتقطعوا الأوراق فوق الثقب. ثم خذوا منديلين وطوهما هكذا تماما. ضعوا المنديل داخل العلبة، اصنعوا فتحتين على العلبة، وضعوا فيهما عصا مثلجات. أخيرا أرسموا شخصيات على بطاقات وألصقوها على عيدان المثلجات. هل أنت مستعدة للعرض؟ هذا موديل، جلبت المسرح إليك، ما رأيك في العرض؟ أوه مجددا، أتشو، كان ذلك مقززا، آمل أنه ليس معديا، يمكننا أن نمرض معا. ما زالت غير مثالية، هذا أفضل بكثير، كل ما تبقى هو الأرضية. ماذا؟ هذا شعر كثير، هذا مقزز للغاية، سأتقيأ. هذه التتبيلة الجديدة لذيذة. ها، كيف وصل كل ذلك إلى هنا؟ لم أعد جائعة. ها، مهلاً، لا يمكن أن يحدث هذا. كيف يمكن أن يكون هناك مزيد من الشعر؟ وكأنني أعيش مع وحش يطرح شعره. هل سينتهي ذلك؟ إنه يأتي من هنا. غرفة آني، سأكتشف سبب هذا. مشكلة الشعر هذه على وشك أن تنتهي. آني، ماذا؟ قولي إن الأمر ليس كذلك. إنها ابنتي آني، آلة طرح الشعر التي لا تكف عن العمل. آني، إنك تتركين شعرك في كل مكان. ها، رأيتِ؟ أمي، هل فقدتِ عقلكِ؟ كلا، أنتِ من فقدتِ عقلكِ. هذا شعركِ أنتِ، لقد علق في الفرشاة، كيف يفترض بي إخراجه؟ هتعرفين؟ أعتقد أن بإمكاني التفكير في حل. هل هذا مشط؟ استخدميه لجمع الشعر، إنه يخرج بسهولة. رأيتِ يا عزيزتي؟ يلا الروعة، لا يمكنني أن أصدق أن هذا قد نجح. لا تنسين شيئاً، هذا يغير كل شيء، لهذا يطلقون علي الأم الخارقة. يا له من مكان، لابد من أشياء ثمينة هنا. ما هذا؟ إنها الجريمة المثالية. يا للهول، سأركض. ماذا يحدث هنا؟ لا تقلق، أنا أحمي ظهرك يا أبي. دعيني أغلق جهاز الإنذار، تعرضنا لسرقة المجوهرات. ما زالت هنا، والذهب أيضاً، أنا محظوظ. ها؟ اختفت جميعها يا أبي، ملابس الدمى أخذها كلها. يا حبيبتي، أنا آسف، تفضلي هذا المنديل. أعرف كيف سأصلح ذلك. للحصول على أزياء عصرية، سأقص الجزء السفلي من البالون، وسأطوي البالون وأقص جزءاً صغيراً من الجانب ومن الأعلى. سأفتح البالون، ها هو زي جديد لدميتك، ربما عليك مساعدتي في إلباسها إياه. تالياً سأقص الجزء السفلي من بالون آخر، سيصبح بنطالاً ضيقاً رائعاً. لنضيف لوناً آخر باستخدام بالون أكبر، سأقص الجزء العلوي والسفلي وأجعله ينزلق على ساق الدمية. إنها تنورة رائعة، أصبحت تبدو كعارضات الأزياء. صنعت ملابساً جديدة للدمى. يا للروعة يا أبي، إنها أزياء عصرية جداً. هذا مذهل، أنتن جميلات جداً بهذه الملابس. يا للروعة، انظر إلي أتحرك. أنا وقت الجانب الآخر، بقي القليل. كانت الحلقة مضحكة. ماذا؟ إلى أين يذهب؟ يا إلهي، نعم، ما الذي يحدث؟ أو انظري، حفلة بوبات، لنذهب. واو، لعبتك جميلة، أحضرت لعبتي أيضا، هيا بنا.
الأكل والشرب؟ لكن ماذا سنفعل بحلوياتنا؟ أريد حضور هذه الحفلة. أوه، يمكننا حضور الحفلة وإدخال حلوياتنا. انظري، سأخذ حافظة هاتفك التي بشكل بوبيت وسأضع صورة كاميرا هاتفي هنا، ثم سأملأها بالسكيتلز، حبة واحدة في كل فتحة. سأضع أكبر قدر ممكن من الحلويات. حان وقت الشوكولاتة، قمت بتذويبها حتى يسهل سكبها. سأضع فوقها حبات السكيتلز. عظيم، تبدو مثالية. تصلبت الشوكولاتة، يبدو مثل هاتف عادي. رائع، كم أنت ذكية. حسناً، لنذهب. يمكنك الدخول. أوف، ألم تري اللافتات؟ ممنوع الأكل والشرب، غادري المكان حالاً. أحضرت لعبتي. ادخلي. لم يسبق لي رؤية حافظة هاتف على شكل بوبات. إنها رائعة، استمتعي بالحفلة. يبدو أنه لا يوجد أحد حولي. سأخرج لعبتي الكبيرة. واو، هناك الكثير من الألعاب هنا. سنساعدكم مع هذه اللعبة الكبيرة. هذه أفضل حفلة في العالم. نحن نربح مسابقة التكديس. هيا هيا هيا، يمكنك فعلها. تريدين المبادلة؟ أوه، حسناً. هل تفكرين بما أفكر فيه؟ حان وقت الأكل. ها هي، إنها جاهزة. يمكن إزالة الحافظة بكل سهولة. لوح شوكولاتة منزلي الصنع. طعمه لذيذ، تذوقي. يا رفاق، هربنا بعض الشوكولاتة. تناولوها معنا. كان يوماً بطيئاً للغاية. أتيت لتسريح شعري. أوه، حسناً، يسعدني تقديم مساعدة. تفضلي بالجلوس. شكراً لك. كيف يبدو الجو في الخارج؟ هل ما زال حارة؟ حسناً، كيف لي أن أساعدك الآن؟ سأقص قليلاً من الأطراف وأزيل النهاية المتقصفة وأرفع شعري قليلاً. بالطبع، بالطبع، سأفعل ذلك من أجلك. لكن علي تعديل الكرسي. أكثر بقليل، القليل والقليل. حسناً، أنا مستعد الآن. لديك شعر جميل، لابد أنك تعتنين به. يبدو أن هناك بعض التشابك في شعرك. ماذا يحدث؟ لماذا توقفت؟ لا عليك، لا تقلقي، كل شيء تحت السيطرة. أوه يا إلهي، لقد كسر المشط. لماذا أرى هذه النظرة على وجهك؟ لا شيء، لا عليك. ماذا سأفعل الآن؟ كان أفضل مشط لدي. وجدتها، قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد. سيحل المشكلة. لدي صورة لمشط وسأتتبعها فقط. سأملأها بحبر الطباعة المفضل لدي. حسناً، تسير الأمور على ما يرام. هكذا، انتهيت من نصف المشط. وسأبدأ الآن بصنع المقبض. سأستخدم اللون الأخضر الفاتح. يا له من لون جميل، لم أكن أستخدمه كثيراً. بما أنني أصنع مشطاً جديداً، يجب أن أجعله أجمل. عند الانتهاء من هذا الجزء، سأصنع بعض الأزهار أيضاً. حسناً، انتهيت تقريباً. لدي الآن مشط جديد. هو، لقد نامت. ربما علي الإسراع والانتهاء. سأعود إلى تمشيط شعرها. أوه، عذراً، يبدو أني غفوت قليلاً. مرحباً أيها الطلاب، ماذا تفعل؟ ديفيد، أسرع. أوه كلا، لست بارعاً في العمل تحت ضغط. السبورة لك. يبدو ذلك غريباً، ولكن حسناً، سأبتعد عن هنا. كان ذلك وشيكاً، لكنك فعلتها. أعتذر عن تأخري، لنبدأ درس اليوم. لماذا لا تكتب الطباشير؟ لا أفهم ما يحدث. ربما هي متسخة. مهلا، هناك شيء على السبورة. هل هذا صابون؟ لقد خيبت عملي بشدة أيها الطلاب. كانت تلك خدعة كلاسيكية. لا بأس، علي تملك نفسي فحسب. أعلم ما سأفعل. يمكنني استخدام دفتري. سأضع قطعة من الشريط اللاصق على الحافة. لدي بعض طلاء الطباشير. سأغطي الدفتر بأكمله بالطلاء. هذا مريح جدا في الواقع.
كدت أنتهي، سأتركه ليجف. والآن يمكنني إزالة الشريط بحذر، فلا أود إفساد الطلاء. لا أحتاج إلى سبورة طباشير، يمكنني استخدام الدفتر. سأكتب المعادلة على غطاء الدفتر. ينجح الأمر بشكل جيد للغاية. أحتاج إلى الإجابة الآن. ماذا يحدث؟ حسناً أيها الطلاب، من يود إجابة هذا؟ أنت. لكن حسناً، تعال إلى هنا، تصرف في هدوء، لست ذكياً الآن. أوه حسناً، أعتقد أنني أعرف هذا. ما رأيك؟ خطأ، اجلس. فيما كنت تفكر؟ اقضي وقتنا أقل في تنفيذ المقالب وذاكر لوقتنا أطول. دعوني أتخلص من هذا. أنت ماديسون، أنا سيكون هذا سيئاً. أحب التركيز على عملي. أوه هاي، ماذا تفعل هنا؟ كلا لا تنظري، ليس جميلة بما يكفي. ماذا؟ هيا دعني أرى، أنا موقنة أنها ليست سيئة. حسناً انظري. واو مذهلة، عمل رائع. لكنك خلفت الكثير من الفوضى يا جيك. أعرف، لكن مهلاً يمكنني إصلاح الأمر. ابقي هنا، سأفعل شيئاً ما. أولاً سأشحذ هذا القلم هكذا. انظري لهذا الشكل الحلزوني، والآن يمكنني إضافة الخاتم إليه. انظري إنه كالزهرة، هذا أجمل بكثير مما توقعت. تارا، صنعت لك هذا الخاتم. مستحيل، إنه مدهش. لا أصدق أنك صنعته من نشارة القلم. ليلي جميلة جدا، سأتزوجها يوما ما، لكن أولا علي تناول وجبة خفيفة. ها أنت. مرحبا يا أمي، كيف حالك؟ جارد، أسنانك مقززة، لدي فرشاة أسنانك، عليك تنظيفها. هيا. كلا. ماذا سأفعل؟ أعرف، سأبحث على الإنترنت. انظر إلى ذلك، هذه لالي وهي تغسل أسنانها. يا للروعة، أريد غسل أسناني أيضا. إذا كانت لالي تفعل ذلك فعلي فعل ذلك أيضا. مشبع بالنعناع، علي أداء الرقصة، هذا ممتع. هذا لكن قلبه طيب. لذا عندما ربتت الأميرة على فروة جلس عند قدميها وظل ملازما لها منذ ذلك اليوم. أوه لقد نامت، سأغطيها باللحاف. سأغادر الغرفة بهدوء. أوه لا، كان ذلك الصوت عاليا. أوه لا تستيقظي أرجوك. أوه لا تزال نائمة. تباً، كسرت دميتها. ستغضب كثيراً عندما تعرف ذلك. تباً، ماذا سأفعل؟ أوه لدي حل، تعال يا دمية، سنصلحك الآن. لا تخذلني أيها القلم ثلاثي الأبعاد، أنا بحاجة ماسة إليك. سأحاول جعله يبدو مثل حراشف السمكة ليبدو ذيل حورية البحر حقيقياً. حان وقت الزعانف في الأسفل. سأبدأ باللون الأصفر وسأستخدم عدة ألوان لتجميل الذيل. هكذا ظلت اللمسات النهائية، القليل من الأصفر في الأعلى وانتهيت. أوه النتيجة رائعة، ستسعد عندما ترى هذه الدمية، أنا فخورة بنفسي. سأضع الدمية هنا لتراها عندما تستيقظ. تصبحين على خير، سأغادر الغرفة الآن. الذئب يريد آيس كريم الكرز. يجب أن أنهي هذه المهمة اليوم. حسناً، سأخذ استراحة قصيرة. رائع، إنها فرصتي لاستخدام كمبيوتر أمي. لحظة، لماذا لا يعمل؟ ربما يجب علي ضغط أحد هذه الأزرار. هل فتحت باب الزنزانة؟ أوه يا ويلي، تسببت بكارثة. لا لا لا، كيف أغلق الباب؟
حسناً، حذر موفقاً في محاولة الهرب. كان مجرد حادث، لا أريد دخول السجن. أوه، مهلاً، هذه الإضاءة ساطعة. أوه، مرحباً، تبدين رائعةً في هذا الزي. ما رأيك، هل تريد الخروج من هنا؟ ما رأيك بالخروج في موعد؟ أنت، ما الذي يجري هنا؟ أوه، لا لا، دعيني أريك حقيقته. أترين؟ هذا هو شكله الحقيقي. يا للهول، يا هذا غير صحيح، لنحاول مجددا. لحظة، ماذا حدث لي؟ هذا غريب جدا. أمي، توقفي، أنا مجرم بلا رحمة. اصمت، كان أنت ابن أمك المدلل. ماذا؟ هذا، اسمع، دعني ألتقط الصورة بسرعة. يا إلهي، ابتسم يا ولدي العزيز. توقف يا أمي، غادر المكان. أجل، أنا من سيغادر. لا يمكنني النوم، هذا مزعج جدا. هذا بلا فائدة، أحتاج شيئا لإلهاء نفسي. سيفي هاتفي بالغرض لنرى. واو، عضلات مفتولة، يا له من فتى قوي. أوه كريس، ماذا تفعل؟ مهلا، جاءك برفقة فتاة أخرى؟ ماذا؟ ابتسمي يا عزيزتي، نحن جميلون جدا. كيف فعل بي هذا؟ لا يمكنني منافسة ستيسي، إنها فاتنة وأنا لست مثلها. حان وقت تغيير مظهري بالكامل. أعني، هل سيكون هذا صعبا؟ يجب أن أمنح بشرتي مظهرا متألقا، ستساعدني هذه الأداة، وسأجرب قناع الوجه هذا. أبدو بمظهر مضحك. واو، أصبحت بشرتي صحية. حسنا، ما التالي؟ أوه، عرفت، أحتاج ملابس جديدة. لابد أن هناك شيء يمكنني ارتداؤه. هذا لمع جدا، سألفت نظر جيك، لكني أحب هذا اللون. ربما لا. أوه، هذا مكشوف بعض الشيء. واو، أحببت هذا أكثر، إنه جميل. كل شيء جيد حتى الآن، بقي هناك شيء أخير، المكياج. بصراحة أبدو جميلة جدا، أعتقد أنني مستعدة. مهلا، كدت أنسى، لا أعتقد أن هذا مناسب لمظهري. هذا أفضل. مرحبا أيها المجتهد، أمسك. توقف، تصرفي بشكل طبيعي. واو جريس، واو، مرحبا جيك. ها، أنت جميلة يا جريس. حان الوقت لأداء أفضل الحركات. كيف الحال يا جريس؟ من الطريف أنني لم ألاحظك من قبل. أنا ألاحظك دائما دائما. لماذا يحصل جيك على الفتيات في كل مرة؟ هاو، سأنال منك أيها الديناصور. كم هو لطيف وهو يلعب، هذا هو الحب الحقيقي حتما. أوه، زوجي المستقبلي. أوه، إنه مضحك أيضا، أعرف كيف سألفت انتباهه. من منا لا يحب الأشغال اليدوية؟ ممتاز، والرسالة؟ أنا أحبك من قلبي إلى قلبه، لا شيء لأخسره. جيك، صنعت لك شيئا صغيرا، أعطني هذا الشيء. التمساح جائع. ها، أجل، أمسك به أيها التمساح. اقتله، اقتله، وألقي به. أليس هذا ممتعا؟ ليس تماما. هل كل الفتية بهذه الغرابة؟ وقلت لنفسي هذا مستحيل. مهلا، انظري، هل هذا جيك؟ لقد عاد للتو من التمرين. انظري لشعره الجميل، جميل، إنه مذهل.
حسنا، أنا ذاهبة. رائع. واو، كيف حالك؟ مهلا، أين ذهب؟ مرحبا، يتحدث إلى كلوي؟ ما الشيء المميز الذي يراه فيها؟ أن تصل الحافلة بسرعة. أنا لا أراها. أجل ولا أنا. كلا، أنا الملكة. ما زلنا ننتظر. أعتقد أنهم قد نسونا. إلهام، لقد أتت. هاي، تعالوا من هنا. لماذا لم تتوقف؟ هل سجلت هدفا من علو كبير؟ أجل، سأريك كيف فعلتها. يجب أن أذهب. كلا، سأوصل. هذه سيارتي الجديدة، هل تعجبك؟ إنها قبيحة، لكنها أفضل من الحافلة بكثير. هل تريدين شرب شيء؟ أوهو! هي يهو، هل ستطلب شيئاً؟ أعني كان ذلك رائعاً. ماذا تريد؟ اذهبي من هنا. كان الجميع يصرخون باسمي. مهلا. ستيسي. عذرا. انت موهوب جدا. انه ليس مميزا ابدا. مهلا لحظة. لا عليك، لنعد الى حديثنا. يمكنني الاستماع اليك طوال اليوم. يا الهي، قبلتي الاولى. انه يوم حظك. لا، هذا أسوأ يوم على الإطلاق. لا يمكنني رؤية هذا. ماذا؟ جيك؟ ها؟ ماذا يحدث؟ عزيزتي، الأمر ليس كما تظنين. تجاهليها. اتصلت بك كثيرا. كنت على وشك الاتصال بك. أشعر بالأسف من أجلها. لابد أنك تمزح. يا إلهي، هذا غير معقول. تعالي يا ستيسي، نحن حبيبان. هذا محرج جدا. سأغادر حالا. غريس، انتظري، إنها فرصتي. انسي أمرها، تفضلي. هل أنت جاد؟ لا، لا أصدق أنه فعل بي هذا. رائع، هطل المطر. لا شيء أسوأ من هذا اليوم. لا أملك معطفا حتى. لكن لدي واحد. كريس، أنت تستحقين شخصا أفضل من جيك. هل أنت جاد؟ بالطبع. أنا لا أستطيع، يجب أن أذهب. لكن معطفك. كريس، عد، أرجوك. أنا آسفة. يا له من يوم. لكني عدت إلى المنزل أخيرا. آمل أن غريس قد عادت إلى المنزل بخير. كان علي تقبيلها. كان عليه تقبيلي. هذا محير. آمل أن تخدر هذه الكولا ألمي. يمكنني شم رائحته. أرى وجه غريس في كل مكان. اشتقت إليه كثيرا. اشتقت إلى غريس. مهلا، ماذا أفعل؟ لقد كنت عمياء. كانت هناك الكثير من الإشارات. خزانتي. لم يكن جيك. كان جيك يستغلني. وكريس لطيف حقا. إنه يهتم بي حقا. لكن من أختار؟ من الأفضل؟ كريس أم جيك؟ لا أعرف ما علي فعله. أنا بحاجة إلى رأيكم. أخبروني به في التعليقات أدناه. أرجوكم يا أصدقاء، من الأمير الساحر؟ هذا صعب. ستصل سيارتي قريبا. أجل. ها؟ ما هذا الصوت الصاخب؟ ابتعدي عني. مهلا، هل هذا أنت؟ أهلا حبيبي، لدي لك سؤال ضروري.
هل تقبلين الزواج بي؟ أجل. وأخيرا هذا يوم زفافي، سأكون عروسا حقيقية. واو، مرحبا. مرحبا ملكة جمال. من الرائع أن يجد شخصان الحب في بعضهما وأن يرغبا بقضاء الحياة معا كسمكتين تائهتين في البحر. أو ألن ينتهي هذا الخطاب؟ سأغفو بعد قليل بحثا عن شريك لهما. هيا أنهي الموضوع. لدي شيء يمكنه تسليتنا، لقد تزوجت بك لأسباب وجيهة. أنت تعرفين متى أحتاج لجرعة من الحلوى. أتودين إخفاء الحلوى على ساقيك؟ ضعي دبابة الجيلي على الجوارب الطويلة. يمكنك اختيار التصميم الذي يعجبك. الأمر في غاية البساطة. والآن قولا لقد قبلنا. هل تقبلان؟ يمكنك تقبيل العروس. بضع لمسات أخيرة فقط. المعذرة، مرحبا. أوه، ماذا تريدين؟ أنا هنا لزيارة سجين. حسنا، سأضبط الوقت. مرحبا، اشتقت إليك. أمسكي سماعتك حتى نتحدث معا. ها؟ لا يعمل هاتفي. أوه، فكرة ذكية، سأستخدم سماعتك، تبدين جميلة. لحظة، لماذا أستخدم الهاتف أصلا؟ اشتقت لك كثيرا. وأنا كذلك، تبدين رائعة، شعرك جميل. يا للهول، الهواء قوي هنا. ها، ابتعد عني. مهلا، لدي مفاجأة لك، انظري. واو، كيف فعلت ذلك؟ إنها المفضلة لدي. كما ألفت لك أغنية. أوه، نسيت، أريد أن أريك خدعة سحرية. انظري جيدا. أبرا كدابرا. يا إلهي، ماذا يحدث؟ هذا حماسي. انظري، أحضرت هذا الأرنب لك. إيه، ما أجمله، لقد أعجبني. سأقدم لها الورود الآن. يا إلهي، إنها ورودي المفضلة. أجل، اقتربي مني. يا للهول، لست مستعدة لهذا، رائحة فمي. أوه، إنه جيد، أنا قادمة. أنا أحبك. يبدو أن الوقت انتهى. أو لا، لا أصدق أن الوقت انتهى بهذه السرعة. لا، لا تتركيني، أنا أفتقدك من الآن. وداعا، سأعود لزيارتك. لا، قفي مكانك. هذا صحيح، أنا المسؤولة هنا، لقد خالفت القواعد بتجاوز مدة الزيارة. والآن تنتظر زنزانتك الخاصة. يا إلهي، أنت هنا معي، سنظل معا إلى الأبد.